قتل سهوا. هاي المفردة ما سامعها بالكرة الأرضية كليتها. قتل سهوا، قتل سهوا، هاني سامع ورد سهوا، يعني مفردة جتي سهوا أو كلمة جتي سهوا، بس ما البشر قتل سهوا أنا ما سامع بحياتي هيش مفردة. أكو أحد منكم سامع هيش شي بالتاريخ كليته بالحياة كليته؟ والمشكلة مو واحد واثنين، مئات مئات يتقاضون تقاعد حاليا لأن إنه هم قتلوا سهوا. تخيل أنت إنسان هسه أنت اللي تحب صدام حسين، منو اللي يحب صدام حسين؟ اعذروني يا شباب مو انتو، ما اقدر احكي اكثر من هاي الكلمة. انت اللي تحب صدام حسين، لو ابوك مقتول سهوا، لو انت مقتول سهوا، كان هسه احنا قاعدين ده نحكي قصتك. يا خايس يا ابن الخايس. اللي يحب صدام حسين هاي التفلة بوجهك ووجه الخل فوق. يا كلب يا ابن الكلب، يا ناقص يا ابن الناقص، يا اللي عايش بنصنا وشايل جنسية عراقية وهوية عراقية وتقول انا عراقي، يا كلب يا ابن الكلب، والله حرام عليكم، مو اسلمكم هوية عراقية لو جنسية عراقية. لك حيوان بالعراق ما اخليك، مطي بالعراق، هوية مطي بالعراق ما اعطيك اياها. اكو شي بالكرة الارضية اسمه اعدم سهوا؟ سامعين بحياتكم هيك ظلم بالتاريخ؟ سامعين بحياتكم نظام بالكرة الارضية يقول اعدم سهوا ومو واحد مئات؟ اكو هيك شيء بالعالم؟ والله العظيم ما اعرف هذا المنطق وهذا الناس اللي دا تقود هذا البلد مين جايبين اياهم، من يا زباله بالكون جابوهم وحطوهم علينا. اهيس وجماعته انتو العوجان، لان على ابوكم يا ابو المي يعدمكم سهوا، اعدم سهوا. منو جيبوا لي واحد هسه انتو حتى اخواننا العرب ويانا الموجودين بالبث ويانا، سامعين بحياتكم اعدم سهوا؟ يعني وارد هيك شيء اعدم يعني مو همنا بالغلط انقتل او حادث عرضي او صار شيء مو مقصود، اعدم يعني معناته طب محكمه ونحكم عليه ونحبس الى ان عدموه، وورا ما اعدم كتبوا عليه اعدم سهوا. وين اكو شيء بالكره الارضيه؟ اي واحد يدافع هسه عن نظام صدام حسين، يا ناقص يا ابن الناقص، يا كلب يا ابن الكلب، يا نعال يا ابن النعال. انت من تدافع علي هسه من تسمع هاي الكلمه اعدم سهوا؟ البارحه الرجل قصوا ايده اخونا ابو علي الله يشافيه ويعافيه ويبارك بعمره، همي أنا ما عنده جريمة ما عنده قضية وما عنده موضوع أصلا، هو مو تاجر عملة الرجل، هم يعتبر سهوا. ناس تنعدم تنكتل تنمرد سهوا، ناس تهجر سهوا، بعيد حتى التهجير والتسفير اللي صار بالعراق سهوا. ما ندري من احنا يعني، هذول مو بشر ولكم. حتى الخروف من يردون يذبحوه همين يختارون ويميزون، وياه اللي ينذبح ويا اللي ما ينذبح، لك بشر هذا ولد النعال. اعدم سهوا، هذا جندي. انا اريد احكي لكم قصته قبل، يعني قريت رسالته على الفيسبوك كلش تاثرت بيها. ماخذ هاي الصوره هو سبحان الله محتفظ بيها مداوم، اعتقد ببنجوين لو اي مكان بالجبهه يعني بشمال العراق بالثمانينات. تشوفون قدامه اكو واحد مستشهد من اصدقائه، تشوفون الخوذه وواحد قدامه مستشهد وجامد وما يقدرون يشيلوه يعني من مكانه، لان وين يروحون وين يودوه. فواقف هاي الوقفه وحاكي قصته هو هذا الشخص ده شوفوه جندي غصبا ما عليه وعلى خلفوه ودوه للجبهه يقاتل عن صدام حسين ومرته الدايحه وبناته الدايحات وولده اللي بقبقون الطنطات، وهم قاعدين دقوا رقصوا ببغداد. هذا شو يقول بالقصه مالته؟ أنا ما أريد أطلع اسمه يعني خاف الولد ما يعجبه. المهم هاي القصة هو كاتبها، راح أقرأ لكم إياها هسه. أقرأ لكم القصة اللي كاتبها، يجاوب على ناس يدافعون عن نظام صدام. إيش كاتب؟
الشاب اللي يخلص كلية ويدري ما وراء عسكرية ولا عريف صفوق يبهذل أحواله ولا انضباط ساجد يقول له هويتك إجازتك ويشوفه متجاوز يومين على الإجازة الدورية وينزله بالسيطرة وينتظر تصفيره إلى سجن الحارثية حتى يشبع صوندات فد أسبوع يلا يدزوه مخفور ومكلبتش بكلبتش تقطع إيده قد ما ضاغطها عليهن ويسفروه إلى وحدته بصحراء الشيب على حدود إيران ويذبوه بسجن الوحدة ينام ويا العقارب والحياية وينتظر المجلس التحقيقي وبعدين يحكموه هارب بمحكمة عسكرية لا بيها محامي ولا بيها دفاع ويشدون عيونه بوصلة وسخة ويربطوه على عمود بساحة العرضات ويجون ثلاث رفاق من فريق الإعدام ويرموه ثلاث صليات طط 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 كاتبها ويدندل راسه على صدره وتنثني ركبته ويطيح هو وهو بشتافه على صفحة ويجي رفيق دواس يصلخه بطلقة براسه خاب بي نفس ويموت. الشباب اللي ما عاشوا هاي الفترة يمكن نعذرهم بس اللي عاشوا وشافوا شنو عذرهم؟ ما يصير واحد يزيف التاريخ ويسوي الأسود أبيض يا صديقي. أنت فنان وإنسان طيب لأن هو اللي منزل البوست ومدافع عن صدام حسين هو فنان. فنان عازف يعني يعزف مع فنانين كبار عرب وعدنا بالصديق بالصفحة فهو منزل بوست يمدح به صدام حسين. فهذا واحد من الأصدقاء كتب له يعني أنا كلش أثرني التعبير مالته. ما يصير واحد يزيف التاريخ ويسوي الأسود أبيض يا صديقي. أنت فنان وإنسان طيب ونظيف أتعجب عليك وعلى أصرارك على تبني فكرة وموقف تؤيد بها شخص ظالم وقاسي ومجرم ما تليق بشخص مسالم مثلك. وهاي الصورة صارت قدامي ورا ما قريت البوست مالتك 1986 ولد الخايبة بحاج عمران متجمدين والقائد يلعب تشوبي هو ولده. يعني اكبر من هيك رسالة عتب الانسان ما تلقون رسالة عتب الها مغزى ومعنى مثل هاي الصورة والرسالة اللي كتبها هذا الانسان العراقي اللي دي يشوف زميله صديقه متجمد يمه وما يقدر يسوي شيء. دي يقول نعذر هذا الجيل لان ما عاش ذيك الفتره. هذا الجيل ما يعرف ايش صار بينا هذاك الوقت. بس انتوا اللي عشتوا هذاك الزمن. انتوا اللي عشتوا ويانا تفاصيل ذاك الزمن. وتدافعون عن صدام حسين. بشرفكم تبقبقون بشرفكم اللي يدافع عن صدام حسين بشرفكم انتو تبقبقون. ترى هي تبقبق مو بس جسديا بعض الاحيان مو بس الانسان انه يسلم نفسه يبقبقون انه هذا متبقبق. البقبقة لها معاني هواية ان تكون نذل وتكون كلب وتكون سلاح ضد شعبك وتأيد ظالم ضد شعبك فانت مبقبق حالك من حاله. فانت اللي جاي تبقبق وانت عايش ويانا بذيك الفترة وعايش بمآسي ذاك الزمن وتيجي هسه تقول لذول الجيل تقولهم احنا كنا عايشين بجنة وربيع. فانت شنو انت اللي عايش ويانا ودافع عن صدام حسين انت شنو؟ قولوا له شباب خاف يستحي يقول هالحكاية. انت اللي عايش بزمننا ودافع عن صدام حسين شو نقول له انت شنو؟ كتبوا له على مود يقرا لان هواي اكو ويانا وخصوصا من مدينتي اللي انا بيها اللي كلهم مقاطعيني ما شاء الله 99% مقاطعيني عدا 2-3 ويسوون اجتماعات. يعني انا داحكي بشكل عام على كل اللي دافعون عن صدام حسين ويسوون اجتماعات وهذا. فهذول شنو اللي دافعون عن صدام حسين وعايشين ويانا بذاك الزمن؟ نقول له انت تبقبق لوقي مبقبق بعد شنو منافق ابن رفيقه اما مستفيد او يبقبق ساقطين خلقيا. والله انا يعني ما كنت ارد احكي هذا الموضوع البارحه. والله ضحكت يا شباب.
واحد بمدينتنا تحياتنا له كان من يكون يعني ما يعني ما لا اذكر اسماء ولا كل شيء. شو مسوي؟ اكو مطعم هنا ايطالي حاط العملات مال العالم يعني الفلوس مال العالم ما كل ورق معلقين. انا انتبهت عليه مره من المرات قبل كم سنه ما اعرف ولدي يعني عجبهم بيتزا. انا ما تعجبني هاي الاكله السخيفه ما اعرف انا يعجبني مالتنا اكلنا. فرحت من دخلت لقيت العمل معلقين معلق صوره صدام هذا الفلوس اللي $250 وحاطين صوره النعال بدل ثلاث حصوين بدلوهن بحمار مال مطي. فهو هذا الولد شو مسوي البارحه طاق صوره الهن ماخذ لهن صوره هذني بعد اشوفون العملات مال العالم وياهن صوره المطي ذاك هو هذا ابو المطعم عباله فلوس حقيقيه وهاي هذا ابو الرباط فد شخصيه محترمه عباله مسوي فشي لبلده. فهو حاط العمله حاله حال العمل لان جاي عراقيين من طهيه ولازقه وياهن. المشكله وين؟ المشكله هذول والله ايطاليين ما يعرفون العراق ايش بيه وما يعرفون هذا شو مسوي بينا ووضعه. الشخص اللي ماخذ صوره عراقي وصديقي كان صديقي يعني تعرفت عليه بالمدينه طلع سنه 91 ويا جماعه رفحه طلع سنه 91 ويا جماعه رفحه واجى لامريكا. واعرف الظلم اللي كان عايش بيه وش صار بيه بحياته وكل حكى عليها. يعني كاتب لي فوق انه هو تفاجئ من شاف العملة العراقية محطوطة ويا الهاذي وشافها وتذكر زمن الخير. سمعت الكلمة ايش كاتب؟ تذكرت زمن الخير. هاي العملة هاي العملة اللي تشوفوها اللي بيها صورة المطي ابن المطي هذا النعال ابن النعال صدام حسين يقول زمن الخير. هسه انا متاكد هو دي يشوفني ودي يشوفوا كل مدينتنا يشوفوني. واتمنى واحد من عندكم يقول لي انا من مدينتنا واني ضدك او اني وياك. اكتبوا لي بالله بمدينتنا وبهاي المدن الدار مدارنا اكتب لي انا من مدينتك اني ضدك لو اني وياك. لان هاي التفلة تشمل كل اللي يحبون صدام حسين. فانت سافرت بالواحد وتسعين مو سافرت انت هارب انهزمت للقوات الامريكية ورحت ويا رفحة وانهزمت من العراق. انت اصلا ما شفت هاي العملة ما تعاملت بيها ما تعرف هاي شنو قيمتها اصلا وشون حكمت عليها زمن خير بس لمجرد انه نزار نجح بمسعى ووصل العراقيين عرفوا الحقيقة. اكو تفسير ثاني شباب؟ اكو واحد منكم يفسر ليها تفسير ثاني؟ انه هسه كلهم اخذوا موقف ضدي ليش؟ لان اني وصلت الفكرة للناس ونجحت بيها الحمد لله والشكر فاخذوا موقف كلهم ضدي واجتماعات ونزار لو شريف قدام العرب واللبنانيين نزار لو شريف ما يحكي على رئيس العراق رئيس بلده هذا خائن للبلد. أنا خائن للبلد؟ أنا خائن للبلد. أنا هسه اللي دا أحكي بحقوق المواطنين العراقيين أهلي ودا أفضح الحرامية والمجرمين والكلاب ولد الكلاب اللي دمروا بلدي بزمن صدام وهسه أنا الخائن. والناب واحد شو معلق له؟ الأخ شو معلق له؟ خليني أقرأ لكم التعليق ماله يعني على مود ما اكون من عندي دا اصفط او دا اجيب كلمه من عندي. ها دقيقه مو هنا يا معود هاي هو واحد من مدينتنا دي يكتب له اللي بمدينتنا يقول له يا معود اكو واحد اذا سمعك هسه يقول عليك صدامي وبعثي ويقعد يشهر وتمجد بالنظام السابق تحياتي لك ابو فلان. اكو فد واحد ما يعرفون يعني اسمي نزار الخالد وشاءت الظروف والزمن انه انت وغيرك جيت عشت وياي بنفس المدينة وقعدت تشوفني واشوفك بسبب الظروف وبسبب امريكا وصدام حسين وكل الكلاب اللي قادوا العراق
اجيت انت بزمن مو تكبر، انا ما دا اتكبر، بس انت الظروف جمعتني وياك بمدينه وبمكان واحد، والله العظيم لو تبقى طول عمرك تفتر بشوارع بغداد ما توصل يمي، والله العظيم مو تكبر، بس انا دائره حياتي واللي كنت بيه ما ترهم ويا حياتك لو تبقى طول عمرك تفتر بالعراق. فمعناته من يشوفني اني بسيط واتعامل ويا الناس باحترام والكل اقدرهم والكل احترمهم، مو معناته انه اني ما عندي شخصيه او اني فشي ما له اهميه بالمجتمع، لا، انا اتعامل باخلاقي. لو اريد اتعامل وياك كنزار وانت منو بالكره الارضيه لا اطيح حظك. فذولا هذا الوضع اللي انا دا احكي لكم اياه يا شباب، والله العظيم والله العظيم مو تكبر ولا كل شيء، دار اوصل لكم فكره انه الحرب وصلت شغله مو طبيعيه، يعني حتى بشغلي بعملي بحياتي ما حد يحكي وياي، تعدوا كلهم طلعوا كلهم صدامين، حتى المو صدامي اللي ما يحب صدام هسه صار صدامي والله عنادا بنزر. شوفوا الغباء والتخلف وين وصلنا ليا مرحله. والله هي المشكله الثانيه، انا بس اريد اسال سؤال، انت من ده تحقد علي هسه تحقد علي، انا كل اللي دا اقوله عندي موقف شخصي ويا احد من عندكم شباب؟ عندي موقف شخصي ويا اي احد انا دا احكي له موضوعي موضوع وطن، جديات والله، انا موضوعي موضوع وطن لو عندي موقف شخصي ويا الناس. هل انا من اسب اهيس واسب صدام حسين واسب عدي عندي موقف شخصي وياهم؟ لو انا موضوعي موضوع بلدي موضوع وطن، انه احنا جينا لهاي البلدان غصبا ما علينا، خلينا نشوف نادر لان مداخلاته مهمه، نسد انقطع من عنده. من يكون موضوعك كبير، موضوعك موضوع وطن، المفروض انت كعراقي تبوسني تحترمني تحتضني تقعد وياي حتى لو تختلف وياي بموضوع. هواي ناس صعدوا مختلفين وياي بالمواضيع وتناقشنا وحكينا بحبنا ببلدنا، بس الكائن الحي الصغيروني هذا الهل قد وتمدى يبرد. يعني اسمع طقي له صورة ودزيليا مو يتحرك. والله ما غاث نفسي ابن الشعب، انا من ناحتي يا شباب تعبالكم اني اعصب ولا ذولا يغثوني ولا يصعدون ده، لا انا اوصل فكرة. العراق بغداد اسمه. اي اول شيء شيل الفيديوهات تترحم بيها الهدام وبعدين احكي واعتذر على اغاني غنيتها الهدام. عراق بغداد اسمك، هذا مو البارحة كان همين طيطنا لك، بحر طيطنا لك مو شنو عاجبك التطيط البارحة مو طيطنا لك، اتذكر يا شباب قلت لكم هذا رقم ما سيارة نفسه وهذا المواطن. والله ما اعرف اعيد الهي امال اني ليش ترحمت على نعال ابن نعال، والله عيب، والله العظيم انا اشوفها من المعيب انه اني هدفي وين وهذول وين يباوعون. والله البارحة قلت لك ياها يا مطي يا ما تفتهم، قلت لك اني ترحمت ولا ما ترحمت شي غير من موضوعي ومن هدفي شي غير، بس ارد افتهم. يعني شباب انتو الناس تفتهم فهمول هذا المطي، يتغير موضوعي اذا قلت الله يرحمه لو ما الله يرحمه يتغير من الاساس الموضوع اللي انا دعت بيه. اني كل اللي دا اقوله يا انتو اللي مدينتنا هسه اللي قاعدين والدائر مداير واللي قاعدين هذا شلون يشتهر بنصنا، مو شهرة على ابوكم لا بالشهرة وياكم، انا مو موضوعي شهرة، انا موضوعي موضوع بلد وطن، انتو دا تشوفون حالكم بالغربة ايش دا يصير بيكم بعوائلكم، خيركم قاعد هسه ما يعرف يسيطر على ولده وعلى مرته، خيركم. واتحدى واحد من عندكم يقول عكس اللي انا دا اقوله، يا ولو خل نرجع بلدنا، يا ولو مو احنا بالغربة بعد ان 10 سنين 15 سنة ما يبقى لا حفيد ولا طفل ولا ابن ويانا،
نصف حالنا حال الهومسك بالشوارع دوله. والله العظيم هاي الحقيقة اللي ما يحكيها أحد، واللي مصوري لكم الغرب وأمريكا إحنا جنة. والله العظيم بعدهم 10 سنين 15 سنة ما تلقون ولا عائلة عراقية بعد، ينتهون كلهم. وإذا هم شرفاء يطلعون يحكون الحقيقة. احكوا للناس شي درسون جهالكم بالمدارس، احكوا شي علموهم وشي علمون نسوانكم، ويعلموكم شون يعلموهم الناين وان وان إذا عليت صوتك عليهم. احنا مو دا نقول علوا صوتكم على اطفالكم، بس اكو اخلاقيات احنا بمجتمعنا ما ترهم هنا، اكو امور بحياتنا احنا ما ترهم بحياتهم. عوائل كومت هنا تفلشت، انا اللي دا اسوي دا اريد بلدي، اريد وطني. انا على ابوك لا ابو خلقتك، اذا عاجبك الغرب وعاجبتك هاي الحياة عيش هنا وطبق قندرة. أنا أريد بلدي، أريد أرجع أنا أعيش ويا أولادي وأحفادي وقرايبي وأصدقائي وجيراني، أريد أعيش مثل ما كنت عايش. عيش إيش إحنا عايشين هنا؟ روح شوف الفيديوهات اللي منزليها العالم، كلها حاطة وكلها تشولة وراهم، لو حاطين لوحات على الحياطين مدد لي على القنفة، وكل من قاعد على القنفة بدولة وواحد يحكي الثاني ما حد وياهم، حالهم حال الكلب. هسه يقولوا لا تقول، لا حالهم حال الكلب. هسه منو ويانا بالخارج بأوروبا ولا بأمريكا، كلامي صح لو خطأ، حتى لو باستراليا بأي مكان بالعالم كلامي صح لو خطأ، اكتبوا اللي انتو بالخارج، مو اهل العراق اللي بداخل العراق، اكتبوا لي. والله نزار حكى على صدام، احنا نصير ضد لين حكى على صدام ومال الثول. نعل ابوكم لا ابو صدام حسين وياكم. انا رايد بلد، ما رايد لا صدام ولا رايد مقتدى ولا رايد نوري ولا رايد اي زباله من هاي الزبايل اللي دا اقولها. ولكم العراق بلدنا، بلدنا ولكم انتو زبايل. اكو ناس حشاكم حشا زينين، اكو ناس كانت عايشه زبايل وجت هنا عبالها صارت بشر، ولكن الزبالة يبقى زبالة ما يتغير. يعني وين ما وديك انت يسموك garbage، هنا يسموك garbage وبالعراق يسموك زبالة، نفسك ما تغيرت. اللي كانوا يعاملوا مطي حشاكم وبالقندرة بزمن صدام هو الديحن لكم، هم ذولا والله العظيم اللي كانوا يعاملوهم بالقندرة ويذلون بيهم من الصبح لليل، هم ذولا ديحنون على صدام حسين. لك تعلموا على المذلة، وذولا محسوبين علينا عراقيين بشر، أبو فلان وأبو علان وكل من شواربها كبرى يوقف عليها المطي، ومن يقعد له كان أبو فلان هو أكبر زعطوط، هو قاربج، هو هنا قاربج وهناك كان زبالة. شبيكم حقد، وبدل ما تحقد عليه روح حقد عليه دمر بلدك يا مطي. يا مطي انا ما حقد عليك انت كإنسان، انا حقد علي دمره وبلدي. هذا الانسان هسه هاي الصورة يا ابن المطي، وينها يا كلب يا ابن الستعش مطي، هذا الميت ابن النعاء حشلنا والله العظيم. هذا هسه الميت اللي قدام الجندي هذا، لك هذا مو بشر ابن الزمال، هذا هسه جمجمته اللي قدامه هو وخوته، هذا الجندي واقف ديباع عليه، لك هذا مو بشر ابن الاسحيلة، هذا مو بشر. احنا مو بشر عايشين، مو كنا مجبورين لك، مو عبرنا من اكبر ازمة بتاريخ الكرة الارضية بعيشتنا ويا صدام حسين وهذول الكلاب ولد الكلاب، وجينا الى زمن قلنا بلكي الله يصير براسنا خير، جونا الانعل من عنده. لك مو دكافي احسا هم يظلمون، انتو هم تظلمون، ايش تردون؟ وين تردون توصلون؟ وين تردون توصلون؟ وين وين كيفين؟ كيفين بهاي العيشة تودون بناتكم المسابح؟ مكيفين؟ كيفين بولدكم اللي حطون العلم مال المثليين؟ مكيفين؟ والله العظيم اكو عائلة عراقية هنا أول ما اجينا بهاي مدينتي نفسها
وهسه كل مدينتنا دي يسمعوها. الاب عرف بابنه شاذ جنسي عمره يمكن ما يجاوز 10 سنة، عرف فيه لزمك اب شو ايده بالجقارة. هذا كل اللي سواه على مودي خوفه انه هذا الموضوع غلط كبير بمجتمعنا او بحياتك انت كانسان او بحياتنا كليتنا. هذا الطفل ركض على جيرانهم لان عراقيين وكانوا اجانب يمهم، فمن طب الجاهل يعيط هذول سئله وش بيه، قالهم ابوه يعني شلون ضاربه، ما قالوا انه مشوي بالجقارة. هذول الاجانب هنا ما عندهم رحمة وعلاقات وما يخالف وهذا اخطأ، لا رأسا 911 ومخابرين البوليس عليه على الاب. الاب بين مودوه اقل شيء حكمه 10 إلى 15 سنة وياخذون منه عائلته. قرر يسافر هو وعائلته، ينهزم ابنه هذا الشاذ وخواته 2 ما قبل ان يسافرن، سافر هو وبنات 2 والام يرجعوا للعراق، لان بقى مصيره هنا عائلته لو يبقى ينحبس ويطيرون كلهم لو يرجع يفلت بجلده هو والباقين. راح فلت، الولد بقى شاذ جنسيا والبنات هسه يفترن على البواري مصلخات يعرضن بجسمهن. هاي غلطة بسيطة، هاي لو بالعراق ممكن تعالجها، ممكن تحصره، ممكن تحبسه، ممكن تحرمه، ممكن تفهم الغلط ما تسوي ما تسوي على مود تقومه بالمجتمع. هنا ما يخلوك، هنا فاتحي لك الباب. المرأة تتعارك ويا زوجها، انت ايش عندك؟ احنا ننطيش بيت واكل وشرب انت وجالك عوفي، هذا شنو مجرم؟ هذا شلون يقول لي صباح الخير؟ هذا مجرم. وتروح تلم جهال، هنا اعرف واحد هم عراقي هنا قاعد راح للشغل مالته حلاق، رجع لقى ماكو لا مرته ولا جهاله، وها صار 5 سنين ماي 6 ما يخلوا يشوفوا ولا يشوفوا. والله شنو المرة ما عجبها، واحدة قرت براسها عراقية ما ادري ما عاجبها الوضع، ما ادري واحد طب جوا وبطها، استغفر الله رب العالمين. هاي المواضيع اللي تصير عندنا بمجتمعاتنا هنا، انا دا اقول لكم 10 سنين 15 سنة ما تبقى ولا عائلة عراقية بالخارج، كلها تروح عوائلهم. الاب تلقوه مشمور بدار المسنين لو يقاتل بالحياة واحدة والام واحدها. هسا انتو اللي بالخارج دا احكي غلط، اللي بالخارج انتو اللي بالخارج دا احكي غلط لو صح، جاوبوني على هذا السؤال. انا اللي دا احكي غلط دا اتجنى على مجتمعاتنا اللي موجودة لو هاي حقيقة اللي ما حد يحكيها وما حد يوصلها للناس. ها كل هذا تكتب صح، لان عايشين ويانا بهاي الدول. جابونا لهنا أنا خطة لتدمير عوائلنا، مو جابونا محبة بينا. الفلوس اللي يصرفوها علينا فلوس بلدنا، الفلوس اللي يصرفوها علينا هاي المكيفين بيها انتو الاكل والشرب والسكن، هاي ماخذين حياتك من عندك وماخذين بلدك وماخذين فلوسك، وجابوكم لهنا يضحكون عليكم بهاي الحياة التافهة اللي ما بيها مستقبل، وكلهم ستروحون هاي فوق هاي فندق كل الموجودين كلهم زلم وحدهم، لو نسوان وحدهم عيشتهم، لو يروحون يجيبون بطالة يسكرون حياتهم هي هاي. هي هاي سياسة استعملوها علينا. زين انتو اللي هنا بمدينتنا، انا كل اللي دا احكي كل اللي دا ارد اوصله للناس، بلدنا تأذى بزمن صدام وبزمن ذولة. هذا اللي دا يصير بينا مخطط لتدميرنا احنا وعوائلنا ويدمرون بلدنا. تعالوا نتوحد، انسوا المشاكل، انسوا الزعل بيناتنا، كل من نافخ نفسه واحد على الاخ، كل من مسوي نفسه من ركب له سيارة عمره ما شايف سيارة قام يتنق على البشرية، صار بجيبه فلوس وتنق على البشرية ما شايف فلوس. ترى الدنيا مو فلوس وسيارة، ولا الدنيا لفت برجر، ولا الدنيا هاي المتونس بها الكذب بحياتك هسه اللي دا يصير. اللي ما عنده وطن ما عنده أمان، اللي ما عنده وطن ما عنده أمان، كليتنا ما عندنا أمان. وتحدى واحد بيكم يقول أنا عايش بأمان، مو أمان القتل وهذه، لا أمان مستقبل. والله شوف عراقية هنا تفوت من يمنى، الله العظيم مرية محترمة ومرتبة بكرسي مع المعوقين، واحدها خطية واحدها تروح وترجع
تروح تتسوق بهالبرد والثلج بالكرسي منطيه يا كهرباء، ومن خلف الله عليهم منطوها كرسي كهرباء، وتروح تتسوق بهالبرد وترجع بهالبرد. واشوف لي ضابط صديقي هنا خطيه واحده يروح للاسواق يرجع للاسواق واحده، كم واحد صفه واحده واجوا ويا عائله جابونه. انتوا الناس هسه اللي موجودين كم واحد اجوا ويا عائله وصفه واحده؟ هي هاي الحياه؟ هو هذا المستقبل اللي نريده احنا؟ هي هاي الدنيا اللي احنا قالبين الدنيا عليها؟ واحد متنق على الاخ واحد متنق على الثاني؟ مو حياتنا، مو هاي مو حياتنا. رغم احنا جينا بسبيل الامان انه ما نشوف قتل وما نشوف موت، بدل ما ولدنا ينقتلون ولدنا راح يضيعون من عندنا. بعدين افتح لكم موضوع الخارج وهاي الدول وشنو الشبكة اللي نوقع بيها احنا مثل العنكبوت حياة، يعني هي معادلة اللي قاعد بالعراق ما مرتاح واحنا ما مرتاحين. فحلنا الوحيد نتحد كليتنا ونرجع بلدنا ونرجع الجنة اللي كنا عايشين بيها قبل ما يجون البعثين والكلاب ولد الكلاب ويجون ذولا وراهم. ما عندنا حل غير نرجع بلدنا. هم دا يشتغلون شغل قوي ودا يبنون الى تدميرنا، واحنا العراقيين واحد قاعد متنق علاق نفسيات، كل منه نفسيته، ما حد يفكر ابعد من قد رجليه خطوه اللي قدام ما يعرف يفكر. هو مفكر هسه عنده راتب وعنده سياره وجهاله بالمدرسه. احكي لي ورا 10 سنين انت وجهالك، وخذ لي صوره عائليه بعدين دز لي اياها. هسه هذا دي سي دي دي بي بي اريد لي واحد عنده اسم محترم يطلع ويانا باسمه الحقيقي ويسالنا هيك سؤال، ما ترجع ليش باقي؟ اي وين ارجع؟ مو هو نفس الضياع، اكو ضياع هنا واكو ضياع هناك، بس هناك قتلتنا اسهل منها ماكو، خصوصا الناس المعروفه اللي عندها افكار معارضه الى سياسه البلد قتلتنا اسهل من عندها ماكو. ولا تكذبون براسي ونحن حريه ونحن ديمقراطيه ونحن عاليه، انتبهوا كل قنادر، لا حرية ولا ديمقراطية ولا عالية. بدل ما كان صدام والبعث يقتلون واحد، هم استصرتوا كل حزب عنده ميليشيات ويقتل، ما يخالف ماكو شغل حياة صعبة ما يخالف، بس وفر لي حياة كريمة انه اني اطلع ببلدي بطولي امشي بطولي اني بالبلد محترم جيراني وأصدقائي وقرايبي ونعيش سوية. انطيني خلي الحكومة تأدي اللي عليها، وإحنا كمجتمع باقي إحنا ناس مسالمين، إحنا ما ندور أذية أحد ولا ندور نتجاوز على حقوق أحد، نحب الإنسانية ونحب الحياة الطبيعية. بس ما لأني أرجع يباوع لي واحد من فوق لي جوه ويقول لي أنت شو تشتغل؟ أنت شو عليك؟ انت شعليك، انت مهمتك تفتش سيارتي، تفتشني اذا الوضع البلد مو زين مثل الاحكام العرفيه بس ما تعلنوها، عندي شيء عندي ما عندي ثمان لا. انت ايش تشتغل؟ شعليك راح تتزوجني؟ راح تلقى لي شغل مثلا؟ كل واحد واقف بالشارع يحس نفسه هو مالك البشريه وارواح البشريه بيده، صح لو غلط؟ صح لو غلط؟ اكو احترام للبشر؟ ليش انا اجبر نفسي على عدم الاحترام؟ هاي الرسالة اتمناها توصل لكل انسان شريف. اذا انت مو شريف بعد هاي مشكلتك. كل انسان شريف. انا هنا ما اكره احد ولا عندي موقف شخصي ويا احد، واللي اسلم عليه مو معناته انه اني دا اتوسل بي او اني هو اهم من عندي وانا دا اتوسل. اني من اخلاقي اسلم على الناس، بس مو معناتها انه اني دا انزل راسي الك ولغيرك على اساس فدنعال انت واني دا اسلم عليك والله اني محتاج تعطف علي بابتسامتك او سلامك. اني اسلم اخلاقيا، فما عندي مشكلة وياك ويا غيرك ويا اي واحد تريد تجي ويانا هذا بلدنا الرجعة اهلا وسهلا. وراها لا تقول انا عراقي، لا تشيل علم البلد. أنا أنصحك من تصير مظاهرات شيل الباسك والباس الحاتة مالتك وطلع بالشارع، لا تقول عراقي. عراقي معناته أنه تكون أنت انتمائك لبلدك مو انتمائك البشر.
عراقي مو صدام، عراقي مو مقتدى، عراقي مو فلان ولا علان، كلهم ذول يروحون يبقى العراق. فاهمين فاهمين الوطنية غلط انتو، فاهمين الوطنية لعبة كرة قدم وقول ولعبان نفس، هاي عبالكم هي هاي الوطنية. الوطنية الوطنية انه تحب بلدك بعيد عن المسميات، بعيد عن كل شيء. والله يا شباب أنا مقهور لسبب واحد، يعني جديات والله، أنا أشوف المستقبل مو زين، إنه المستقبل بالعراق مو زين، المستقبل إنه إحنا اللي بالخارج مو زين. إحنا ما نقدر، إحنا كعراقيين كعراقيين كطبيعة اجتماعية ما نقدر نتأقلم ويا كل الناس. صح إحنا مثقفين وعندنا كلمة حلوة ونقدر نعيش ونقدر نمشي حياتنا، بس هاي مو طبيعة حياتنا. فلذلك تشوفون أنتوا كل السوشيال ميديا، حتى المو عراقي يقول لك دولمة، يقول لك ما اعرف شنو، كلمات عراقيه شكو ماكو، لان احنا ما نقدر ننزع ثوب العراقيه، لان احنا عمق بلدنا اعمق من الباقين. احنا عندنا انتماء لبلدنا، عندنا حب لبلدنا. فالارجو من عندكم كعراقيين انتوا هنا بامريكا والقريبين الي، صفوا قلوبكم وخلي نرجع نحاول بلدنا. احنا اذا سوينا كتله هنا بامريكا نصير كتله مؤثره بالقرار السياسي الامريكي، لان احنا عددنا ما يقارب 100,000-150,000 مواطن. احنا يعتبرونا كميه كبيره، احنا لو اخذنا موقف واحد نقدر ننجح واحد بمجلس الشيوخ بالانتخابات، يقومون يتلوقوننا مثل ما يتلوقون الباقي الملل الموجوده بامريكا. بس احنا شو وقت نتحد؟ اذا واحد يحب لي مقتدى، واحد يحب لي صدام، واحد على مود عبد الكريم قاسم يتعارك، لا الملكية، لا تحجون على الملكية، ايش تريد من الملكية؟ ابن الملكية، ايش تريد من الملكية؟ انقبروا وراحوا، ايش تريدون منهم؟ ما انكم مثل عبد الكريم قاسم، يا ايش اسوي لك؟ اهلهلك؟ راح انقبر وعاش يوم رب العالمين دي يحاسبوه، صادر ووارد مسوي له. ايش اسوي لك؟ صدام راح، ابن المطي راح مات، اندفر ولقوه بالحفرة وعدموه وخلصونا منه ومن خلقته. شو تريد؟ تستحي تقول رغد؟ قول رغد، هي وصلت لهالمرحلة. انتوا وشواربكم وكرشكم وقاعدين اخر شي رغيدان تقودكم. والله تكيفون، والله تكيفون، والله يا عيب على الشوارب وعلى الزلم، والقرآن عيب، عيب تشيلون اسم رجال، والله العظيم. ولك يا اخوان عبالك هاني كفرت بوقت الكرة الارضية، عبالك ما عايشين وياي؟ صار لهم هسذولا بالغربة 13 سنة، والغربة تبين اخلاق الانسان. الغربة اصعب مكان الانسان تبين اخلاقه وتربيته. زين 13 سنة انتو شفتوا علي شيء مو زين؟ سمعتوا مني كلمة مو زينة؟ سويت شيء بمجتمعكم انتوا اللي هنا مكشوفين؟ احنا عراقيين واحد يعرف الاخ. سويت اني شيء غلط بحيث انتوا تقولون هذا سوى شيء غلط وهذا خلي نصير ضده؟ لك مو عيب؟ والله عيب. يا هاي الرجولة وهاي الزلم هيك تعلمتوا؟ سيها تربية صدام وعدي، هي من ضمنها الغيرة، من ضمنها، لأن هاي أنا أريد واحد من عندهم يوقف قدام المراية، أنا ليش عندي موقف هسوي نزار؟ سمعني كلمة مو زينة، سمعني كلمة مو زينة، راح يقول لي نفسه لا نزار مو خوش آدمي، عركات ومشاكل وسكر وهالسوالف، راح يقول لا نزار يتحارش بالنسوان وواقف لنا براس الشارع ومسوي فشي غلط، راح يقول لا نزار متداين من عندي وما مرجع لي، راح يقول لا. زين نزار ايش عندي موقف وياه؟ صدق اسأل نفسك، روح قدام المراية، اني نزار ليش كرهته؟ اذا هو دي يحكي على صدام فهي هاي حريته، نزار ما يحب صدام، شو المشكلة يعني؟ انت تحب لون ابيض وانا احب لون غيره يعني. فمو معناته تاخذ موقف وعداوة وكراهية، والله شنو قال كلمة حق وانت ما عاجبتك كلمة الحق.
فهاي الغيرة، غيرة النسوان شيلوها انتو زلب. تعال بوجهي يا بنزار، انت قلت هيك شي غلط، مثل واحد من الاصدقاء منا من المدينة خابرته كان عندي شغلة وياه، فقال لي يعني سألته شنو رأيك باللي ده، وقال له احنا والله نزار يعني عندي عتب عليك. قلت الله انا شو مسوي دي عاتبني؟ قلت له شنو العتب؟ كان يقول انت ليش تحكي على صدام وما تحكي على ذولي؟ ادري صدام ابن خالتك، صدام قرايب امك، صدام معيشك، والله انت ما شفت الفلوس غير بامريكا، والله العظيم انا اعرف تاريخكم كله. زين انت موت نفسك على صدام، والله ما حكيت على ذولا، ما انا ذولا يوميا اسبهم بس ما عندي عليهم، انا ما عندي هنا، انا قاعد بامريكا ما عندي ملفات عليهم. جيب لي ملفات اي عراقي هسه، ادعو كل عراقي عنده ملف على ذولا، اذا ما طلعت انا ذاك الوقت قولوا نزار كذاب. فعيب، خلونا نمشي لي قدام، خلونا نشيل هاي الضغائن والحقد اللي بيناتنا على لا شيء، والله ماكو شيء، بس مجرد غيرة وحسد وحقد. كل هاي اللي شافتهم اياه جرائم، كل اللي شافوها والله العظيم هاي الجرائم كلها شافوها يغمضون عينهم مثل المطاية. هذا انسان ابو علي يشرفكم ويشرف ملايين مثلكم، على شنو تنقص ايده؟ وانقصت ايدكم، كل واحد يحب صدام يا رب ايده تصير شلل اليوم بالليل. انسان مدرس لغة عربية تربوي، مثقف محترم، كبرياء واخلاق وعنفة، وقاعد رجال محترم نفسه، انسان يستحق كلمة انسان عراقي، مقصوصة ايده ويحس بفخر بنفسه، قص ايده ضوم وقاعد قدامنا مثل الصقر، والله العظيم ابو علي باحني هالقد وتصرد قدامه. شنو الانسان العظيم هذا؟ انسان عراقي وقف له اخذ له تحيه، مو لان انظلم بس من صدام، لو مظلوم باي زمن انا وياه. واحدكم قاعد يباوع انسان مكسور صيده، ايش قلتوا لنفسكم؟ اريد شريف من عندكم يجي يقول لي ايش قلت لنفسك من شفت هذا الانسان مكسور صيده وهو ما مأذي احد؟ ولا قبل ابو 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 زينب اللي ما مسوي شيء، راح سهر بليله وابتلى على عمره، لو مئات الاف العراقيين اللي اندفنوا احياله، هذا الميت هذا شنو ذنبه؟ هذا شنو ذنبه هسه؟ هذا بسزية، اعدم سهوا. خلي اشوف بلكي تتحرك ضمائركم، بلكي هسه تصيرون عراقيين وتذكرون انه ذول عراقيين حالهم من حالكم، كان المفروض انتو تعدمون سهوا يا كلاب، اعدم سهوا. مئات العراقيين هسه يستلمون تقاعد لان ابائهم اعدم سهوا. بلكي الله شعراي من ضميركم تتحرك، بلكي الله. بس الكبر اللي بيكم كبر مال ناس عناد مو طبيعي. نشوف الاخ ويانا، ابو وليد، خلنا نسمع من عنده القصص وشهادته بهذا الموضوع، عنده كم موضوع مهم جدا اريدكم تسمعوه على مود ورا نفتهم انه هذا النظام اللي يدافعون عنه ذولا اللي قاعدين هسه مبتسمين، ما ادري انغثوا وغثتهم وطبكم مرض. اللي يجي انا اهلا وسهلا، ما يجي طب نعال فتبندل على اساس يعني شنتوا عايشين عيشة الحثالات بالبلد بزمن صدام والدمار والجوع والموت والقهر والقتل وعدم الاحترام، وهسه جيتوا هنا تردون انتم انتوا متونسين؟ هاي الفلوس مال زمن الخير. اي والله زمن الخير مال خالتك. السلام عليكم يا طيب. عليكم السلام، شلونك ابو وليد؟ الله يخليك، الله يسلمك عيني، الله يحفظك يا طيب. عرف نفسك للعراقيين، شنو شغلك، شلون كنت
عايش و... ومواليدك على الناس تعرف عنك، وبعدين نبدأ بالمواضيع اللي طرحت لي إن شاء الله. أنا من مواليد 1949 وكنت أعمل في وزارة الصحة. نعم، والموضوع اللي حبيت أن أطرقه مع أستاذ نزار أنه موضوع اللي أعدم سهوا. نعم، هذا أني كان أقربائنا يشتغل بالتقاعد العامة بالثمانينات، يعني خبرنا سولفنا أنه معاملات تجي كثيرة يروجها أعدم سهوا ويصرف لهم تقاعد لذويهم زيني. فواحدة من الحوادث اللي هو اللي يسأل ذويهم هذا شلون أعدم سهوا بينكم جندي أعدم سهوا، كان بالثمانينات بالحرب الجنود اللي رجعون للخلف أو كفار إعدامات تزمون تجمعهم. اي نعم. فهذا هذا الجندي اللي يعدمه سهوا هو مأمور جاي من غير وحدة على موتوسيكل عسكري سلم بريد للآمر. من طلع أكو مجموعة كبيرة من الجنود جامعيهم وهرج وصياح وهستيريا ومسوين دول يعني اللي خلينا نقول ضباطية أو الجهة اللي هي مسؤول عن هاي، سوين حلقة إيد بإيد لازمين وحاطين بالنص لحين شو ينقلوهم أو كذا. فمن طلع من يم الآمر واحد من ذولا اللي أنت أنا آسف أبو وليد والله ما كنت مركز يعني وياك. نعم. هذا ده تحكي قصته، اللي ده تحكي قصته هذا اللي أعدم سهوا هو هذا الشخص. نعم. نفسه شنو هو هذا عسكري كان يودي بريد؟ هذا جندي. جندي جندي بالجبهة، جندي بالمنطقة الجنوب، منطقة جنوبية فوق العمارة بالحرب زين. العراقية الإيرانية يا سنة بالثمانينات، يعني نقول 84 85 بالثمانينات. أي أوكي، من بين يا سنة الثمانينات. فهم هناك يعني كان بالجبهة، إذا يصير تعرض على الجبهة نوبات يصير يعني شدة الهجوم قوي، فينسحبون جماعة من الجنود والمراتب ينسحبون للخلف، فأكو فرق دامات تتلقاهم. أينا. زين، هذول يأخذوهم يودوهم المقر هاي الوحدة زين اللي أينا. هي مسؤولة عن هالشغلة، وبعدين يأخذوهم ينفذون بهم. أينا. هذا المأمور ما له علاقة بهاي الشغلة، إذا جاي بريد إلى هاي الوحدة سلم البريد السري إلى الآمر. من طلع أكو واحد من دول الجامعيهم دي يجي عدموهم، طلع يعرفه فصاح عليه دي يقول لي يعني يقول الأهلي كذا ما معناه شيء يعني، فمدى يسمع هواسة وواصل يم دول لازمين إيد بإيد. فما من ما معروف شون دخل، هل هو دخل يم يريد يسمع من عنده شي وصي أو هو نتيجة الغوجة ودخل جوا. المهم بعد ما قدروا يطلع وينفذوا بيه وياهم. فالوحدة مالته بكم يوم دزت كتاب لهم قالت لهم هذا المأمور ما ندزينا عنكم مع عجلة ما رجع عنه. فالآمر سوى تحقيق وشيك الأسماء، طلع من ضمن المعدومين زين، وسوى التحقيق وين كانوا واقفين وذول اللازمين هذا. قالوا اكو واحد كان واقف ويصيح على واحد بداخل بس ما نعرف شلون دخل هو او نتيجه لهذا زين، وتنفذ به حكم الاعدام. يعني يدل على يعني ذول هو اصلا احنا مو دمبرر اعدام هذا الشخص وحده اللي نعدمه وياه كلهم بدون محاكمه، لان لو اكو محاكمه كان القاضي يفتهم مضعه بالأدلة وبالهذا زين، وصرفوا له راتب تقاعدي. في هاي الشغلات اللي تجي يم أقربانه موجودة بالتقاعد العامة، يمكن أي واحد يستفسر عن ديش الفترة، أو أي واحد موظف هناك أو مدير يمكن يطي حتى الأعداد والأرقام اللي تم التنفيذ بهم. هاي يعني هم ذول الجنود اللي كانوا بالجبهة. نعم. اللي حالهم حال. نعم. هذا الإنسان اللي واقف هذا ما يعرف مصيره هذا. نعم. يعني مبين عمره بالثلاثين 33 تقريبا عمره. هذا الجندي الوراية هذا. نعم. اللي فوقه الثلج وعالجبل
وما يعرف وش وقت يضرب القناص لو يصير هجوم عليه، لو هو يجبروه يهجم على ذولاك الإيرانيين اللي هم مجبورين وذولا مجبورين زين. هذا من يشوف الموت أكبر من عنده وتاخذ روحه أنه يتذكر أبنائه وزوجته وأهله وعائلته، وتاخ يعني يحاول يرجع يندار يقتلوه مباشرة إعدام ميداني. نعم نعم. أو زين. أو أكو حالات، أكو حالات لا بس أخرى. ما نريد نعبرها هذه. نعم. ما نريد نعبرها هاي الحالة. ما نريد نعبرها هاي الحالة. هاي الحالة نعم هاي الحالة نعم. لمدة 8 سنين يعني احنا خسرنا ما يقارب 700,000 انسان عراقي مثل هذا. شلون واقف هسه هذا اللي لا حول ولا قوة، العدو امامه والصواريخ والقتل يدير وجهه يقتلوا الاعدامات. فحسبوا لي كم شخص مات مثل هذا الله يرحمهم من الجهتين، وكلها برقبة صدام حسين. ويجيني واحد يقول لي ذاك الزمن زمن الخير والعز والوز ونعل ابوكم لابو حتى نعم اي نعم. اكو اعدام سهوا بالسجون. اي نعم. احكي لك هاي القصة. هذا اخو صديقي، هذا مهندس بالجيش. اي نعم. زعني فهو كان اكو قانون هم موجود المهندس 3 سنوات يستراح زين حتى خلال فترة الثمانينات. فهذا السرح هو كان اصلا دائرة التصنيع العسكري، هو اصلا دائرة التصنيع العسكري وراح جندي. فمن السرح فقال اهلا انا ما راح التحق بدائرة التصنيع لانه هم الضبط مالتها يشبه الجيش ويشبه هذا، فاريد فترة ارتاح ولو سنة ارتاح زين. ما اريد زين. فبقى بالبيت. فالظاهر هي الدائرة مالته مال التصنيع رادو باعتبار من السرح فما التحق. فكاتبين للمنظومة هي مال التصنيع العسكري، والمنظومة طلبت من الجهات الأمنية أن يلقون القبض عليه ويجيبوا مغفورا للدائرة بالتصنيع زين. زين راح الكتاب وجدت سيارتين مال الأمن إلى بيتهم ودقوا الباب. طلعت أخته أنه وين فلان المهندس، قالت لهم موجود. فقالوا لها اذا هو موجود احنا ناخذ شيء لان يجي يسلم نفسه. هو كان موجود فصعد فوق السطح زين. فقالوا لها اذا من سمع انه ياخذون اخته وهو انسان غيور، جاء كلمهم من فوق السطح قال لهم لا انا موجود زين. نزل واخذه وراح. اخبار انتهت، اهله ما يعرفون، عبالهم فتهمة سياسية، فت واحد متبلي عليه بشغلة ما يعرفون. أخذه وراح. بعد مرور 6 أشهر من العائلة دخلت برعب ما تعرف منها شنو مصيره وليش زين. اتصلوا بيهم قالوا لهم راجعوا إلى ثلاجات الصويرة استلموا جثة ابنكم بدون ما يدرون. ما يدرون. قال لهم بعد مرور فترة يعني خلينا نقول مدة شهرين أو كذا جاهم تبليغ يراجعون إلى هناك أكو سيارات مجمدات بها جثث زين. لا قوة إلا بالله. أي نعم. فراح الأب يقول راح استلمه من هناك ويقول يعني شفت نفس النوم اللي كان ينام على الكرويته بالهول نفس المدد. لا حول ولا قوة إلا بالله. فيقول استلمته وقال لهم ماكو فاتحة ماكو صايح ماكو كذا. المهم راح دفنه وهم مرعوبين يعني لازم أكو في الشغلة كبيرة صار على ابنهم وهذا صار بيه ما يعرفون. بعد مرور 6 أشهر جاهم كتاب من دائرة التصنيع أنه أبنكم أعدم سهوان راجعوا التقاعد وأخذوا تقاعد إليه. أعدم سهوا نعم. فبعدين هم تابعوا يعني بالدائرة بالتصنيع عن طريق جماعة المهندسين شو الموضوع. فسائلين هم الجماعة المنظومة مال استخبارات التصنيع هذا قالهم والله احنا يعني كتبنا كتاب يجيبونها يعني مخفورا. فهم
ملقين القبض عليه ومخليه بسجن ما داقم واحد من ذن السجون. وجاي قصي بذاك الوقت هو كان مسؤول عادي شنو المنصبة، فجاي ذول كلهم تعدموهم، يسموها تبييض السجون. هاي تبييض السجون مال 2002 مو؟ لا لا لا، هاي بالتسعينات، بالتسعين، بداية التسعين صار اكو تبييض سجون قبلها، ما اعرف انا يا شباب، ما اتذكر المعلومه عندي. تبييض سجون قبلها اي انا اتذكر بال 99 98 سووا اللي يحفظ قران ما اعرف شنو يطلعوا من السجن. لا لا هاي لا، اعتقد كانت بذيك الفتره كانت هاي مال الامم المتحده تفتح بدي شنو على التفتيشات. اي تتذكر يمكن اكو اللي جان تفتيش جتي شباب يقولون اكو موجود سنه 91 موجود يعني. اي فرايحين ف فمن جاي شباب 91 كانوا تصنيع عسكري لو كانت وزاره الصناعه ما ذكر بالضبط. اي نعم. اي المهم ف هاي المنظومه من جاي هو فكلهم معدومين، هو من ضمنهم، هو مو من ذول اللي ما ادري شنو اتهمهم، هو رجل بقي امانه لما تجي المنظومه مال التصنيع تجي تستلمه. فمن اجت المنظومه تستلمه دوى عليه بالقوائم قال يا ترى هذا انعدم، فعرفت دائرته انه هذا انعدم سهوا، فدزوا كتاب الى اهله ان يراجعون التقاعد العامه بالتقاعد العامه ويستلمون تقاعد من عنده. يلا زين، وصار الحزن حزنين الله يساعد امه وابوه واهله واخوته. متزوج هو كان ولا ما متزوج؟ لا ما متزوج، مهندس تعب بعد. تعب على عمره وعلى نفسه واخذ شهاده المفروض البلد يستفاد من عنده ويخدم بلده بسهوله وعدم سهوا. سمعت يا بشريه يا كره ارضيه يا عوجه يا امم متحده يا 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 ظلمة يا كفرة يا كل العالم أعدم سهوا. هذا اللي صار عندنا يعني. موجودين أهل بغداد موجودين ما زالوا أخوته. والله أتمنى إذا أهلي يسمعون صوتنا ويسمعون القصة أتمنى من عندهم أي إنسان أعدم عنده إنسان كتبوا عليه أعدم سهوا يتصل بينا وخلي نفضح هذا النظام الكلب ابن الكلب لكل البشرية. يعني ما يهموني كل البشرية، أنا قلت لكم هدفي أرجع القومية العراقية، أنا مو هدفي كل البشرية، لأن يعني البشرية كلها سكتت من ذبحونا من الوريد للوريد وداسوا على جثثنا وموتونا، الكرة الأرضية كلها سكتت. لا تقولوا لي أحد وقف ويانا لا بكلمة لا بموقف لا بكل شيء. فأريد إحنا كعراقيين خلينا نفضح كل اللي صار بذاك الزمن وهذا الزمن على مود إحنا العراقيين نتعظ ونتحد ونرجع بلدنا. غير هذا الطريق ما يصير براسنا خير وما راح نرجع بلدنا ولا يصير لنا اي حل ثاني. تردون طول عمركم يا رب يجينا واحد يخلصنا من اللي احنا بيه كل العراقيين. هسه انا عراقي من عندكم وبيكم والحمد لله والشكر، تاريخي واضح ما عندي اي مشكله وده تشوفون الكل معاديتني. شنو معناتها؟ من واحد انسان الكل تعادي الموزينه كلها تعادي شنو معناتها؟ معناتها ماشي صح اني. فالاريده كل عائلة عراقية فقدت إنسان وكتبوا عليه أعدم سهوا أو حتى لو أعدم ظلما أو انظلم مثل ما طلع أبو علي وطلع ويانا أبو زينب وكل الإخوان اللي طلعوا ويانا يتفضل يطلع هنا يطلع كل المواقف. أريد أحكيها البشرية كلها تسمعها على مود من يوقف رجال قدامي عنده شوارب بس كاتبين بالهوى يا رجال ويقول لي أنا أحب صدام، أقول له على شنو تحب صدام؟ على شنو؟ اشرح لي شنو اللي حبيته بصدام يا ناقص يا ابن الناقص؟ بنى لك شارع؟ انا لا اريد يبني لي الانسان انا على ابو الشارع. بنى لك بنايه؟ انا على ابو البنايه. اريد الامراه العراقيه تمشي بكرامتها وبشرفها وبغيرتها وبعظمتها تمشي بهذا البلد مرفوعة الراس، ما يجيها واحد تكريتي حلقة اعوج يشوفها بالمنصور يصجمها لو يشيلها بسيارته. انا على ابوكم لابو شريفكم. حنيت العدي وحنيت للدياحة، أريد أرجع بلدي، أريد أرجع بلدي العراق، العراق اللي هو منارة العالم، اللي البارحة أول البارحة افتتاح كأس العالم ما أدري البارحة من قام يحكي عصام الشوالي قال ذكرنا بساعة هارون الرشيد اللي ما حد يعرف شنو هي ساعة هارون الرشيد، ما حد يعرف نسونا حتى تاريخنا.
لان يجوني ناس من العراقيين يردون يهدمون تمثال ابو جعفر المنصور اللي بنى بغداد، يردون يخلون الناس اللي هدمت بغداد يحطون صورهم وتماثيلهم. نعم. هاي بغداد العظيمة وهذا البلد العظيم اللي صار منارة العالم، كل العالم يتمنى يجي للعراق، كل العالم يتمنى يعيش مثل العراقيين. هيك وصلنا مرحلة. اي نعم. انا سمعت من عندك موضوع، عندك موضوع بعد على القتلة سهون قصة الأخ؟ لا بس يعني على موضوع مال سهون، ما بس انا شيء نعم. اي واحد من الموظفين المتقاعدين كبار السن اللي كانوا يشتغلون بالتقاعد يفضل انه يتصلون بكم. انا هذا صح كبار صح، هذا هم باب ثاني. اللي اشتغلتوا بالتقاعد العامه، اللي اشتغلتوا نعم. بالتقاعد العامه وطلعتوا تقاعد وهسه انتم نقول بالله بزمنها على مود الدارون خبزتكم ومعيشتكم ما حكيتوا، اتصلوا بينا وقولوا انا من التقاعد العامه، شلون اختنا من الرقابه الماليه امنا الله يبارك بيها بعمرها ويحفظها، شلون طلعت وطلعتنا حقائق، اطلعوا احكوا للناس لان انتم كنتوا تصدرون هويات وتصدرون تقاعد الناس وتعرفون كل قصص الناس، لان ما حد يقدم على تقاعد الا ينطي قصته شنية وين يشتغل ومده الخدمه مالته وشلون مات او شلون طلع تقاعد، فكل القصص يمكم وانتم عراقيين وهذا بلدكم، تروحون قدام الله سبحانه وتعالى تتحملون مسؤولية اللي دي يصير بالبلد. كل انسان عنده معلومة وضامها لنفسه ومدى يحاول يطلع حال الناس تحاسب عليها امام الله سبحانه وتعالى. حالك حال الشيطان لان ساكت عن الحق وتعرف حقيقة وضامها انت، فانت تتحملها بعدين. اي نعم ابو وليد. ابو وليد انا حكيت وياك قبل يومين. نعم شباب سمعوا هاي القنبلة الكارثية، هاي قنبلة جديدة مثلا ما حد يعرف، انا ما اعرفها من الناس، انا عايش بالعراق وما ادري بيها. اكو افارقة اطفال جايبيهم قبائل معايشيهم بالعراق، حزب البعث العربي الاشتراكي وصدام حسين واهل العوجة. سامعيني بهيك شيء؟ دقيقة لا تجاوب ابو وليد. نعم. سامعيني بهيك موضوع؟ سامعين بقصة افارقة قبائل جايبيهم للعراق معايشيهم حزب البعث العربي النعالي جايبيهم للعراق، سامعيني بهيك قصة؟ لا هاي شنو؟ لا 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 يعني مو بس انا تفاجأت، انا عبالي معروفة القصة يعني ظليت متفاجئ بيها يعني. ابو وليد ما يعرفوا الناس عجيب، ولا وانا من الناس حالي نعم. من حالهم. نعم. شنو قصة ذولة وليش انت اكتشفت هذا الموضوع؟ شنو كان شغلك؟ شنو كان بوقتها ويا سنة هاي؟ هاي بال 78 سنة 78 78 فاحنا مفتشين على الاقسام الداخلية الجامعية. انت مفتش كصحة. مفتش يعني مين؟ من وزارة التعليم؟ من شنو؟ وزارة الصحة. انت من وزارة الصحة صحة نعم نعم. تدخل بهالموضوع الموضوع الصحيات نعم. والنظافة والهذي. فانت من وزارة الصحة كلجنة نعم. مفتشين رحتوا الى الاقسام الداخلية. نعم احنا الاقسام الداخليه اللي تابعه لنا عندنا اسماءها موجوده ونعرفها ونفتشها بشكل دوري. فجاي تليفون الى تقدر تعدد اياها الاقسام الداخليه على مود الناس تتاكد من معلوماتك وتعرف مهنتك يعني. اي نعم. الاقسام الداخليه اكو اقسام داخليه با معظم هذا أوكي. المجمع نعرفه كلنا. واكو اقسام داخليه مال الجامعه المستنصريه خلف الجامعه المستنصريه. هذه بنايه كانت لو بيوت بيوت انا بيوت يعني ما شايفين اكو بنايه من الجامعه المستنصريه. اي اوكي. لا بيوت. أي نعم. خلف الجامعه بيوت فيها. ف يعني هذا اللي بام عظم تابعه الى جامعه بغداد، واللي خلف الجامعه المستنصريه تابعه للجامعه المستنصريه. مستنصر يعني اذا عندنا ثلاث مكانات اللي هي أي. اللي سكن سكن الطلاب يعني اللي يجون من خارج نعم. بغداد يدرسون او العرب اللي جايين من الخارج أي. على حسابنا وحساب الخلفونة وحساب بلدنا يأكلون ويشربون ويتونسون براسنا، وبعدين راح نسمع معلومات كارثية على هذا الموضوع. فأنت دزوك لجنة تفتيشية، وين دزوك هالمرة؟ مكان يفرق عن ذني الثلاثة؟ أي مدولة احنا من جان الخبر أن نطلع عليه وطونا موقع ماله، دورنا بالسجل ما موجود. الظاهر أكو أقسام داخلية سرية زين ما حد يعرفها. فأطونا الموقع ماله. انت وكم واحد رحتوا له؟ انت تقول انطونا. اني
أنا وياي باحثة صحية بس. تذكر اسمها الباحثة الصحية اللطيفة صح طولة العمر أو إذا عايشة؟ والله يعني هي الآن بالخارج ما أعرف يعني. الاسم الأول اسم الاسم الأول بس. الاسم الأول إخلاص. ست إخلاص. أي نعم. فأنت نعم. وست إخلاص دزوكم. أي نعم. لجنة تفتيشية صحية أي. على مكان أنتم مسامعين بيه مسامعين بيه ما تعرفوه إنه هذا قسم داخلي. أي. فأول مرة يجيكم هيك اسم وين كان مكانه؟ المكان ماله ساحة عنتر. أي. إعدادية الإعدادية الحريري للبنات. أوكي. خلفه. خلف. يعني. يعني تصير يعني تصير على الكسرة تقريبا هاي المنطقة اللي شو اسمها شو؟ أي يعني إعدادية إعدادية الحريري على الشارع العام للبنات. بظهرها يصير شارع خلفة. ثاني على جهة ثانية ما أذكر اسمها المنطقة بالضبط بس هو الشارع نفسه يؤدي إلى الكسرة. أي نعم نعم. فسبب النداء يعني ليش نطلع لهم زين. إنه واحد من الطلاب ذول الأفارقة صاير بمرض تدرن سل ومنتحر دعم نسب الدجلة بالعظمية. صاير بي تدرن مرض السل الرئوي ورايح منتحر ذا بنفسه بدجلة. فأنتوا رايحين تشوفون المكان ليه صار بهذا المرض لأن يجوز ينتشر يصير بي عدوى لأن هم يعني لأنه هو كان سري ما حد يدري به لأن حالة طبيعية من صارت هيك حالة اضطروا أن يلتجئون للصحة. نعم. فالمهم طلعنا رحنا على المكان وإذا هو بيت يمكن مدرسة قديمة يعني كلها قاعات وبناء قاعدة وقديم مال المنطقة البزيرية تعتبر. المهم فالمدير مدير القسم الداخلي عراقي كان. اي نعم. زين والبقية كلهم أفارقة فهو فهمنا قال دولة كلهم أفارقة ويجيبوهم عن طريق القيادة القومية ومو عرب ولا يعرفون عربي ولا يعرفون عاداتنا ولا تقاليدنا ولا أي شيء. بس عيد لي هاي المعلومة. هم دولة مو عرب من أصول أفريقية. يعني أنت راح شفتهم أنا قبل ما يحكوا راح شفتهم بعينك. إيه طبعا افتريت على القاعات. كلهم أفارقة كانوا. كلهم أفارقة. كلهم أفارقة. كم صف كانوا؟ حوالي 5 قاعات كبيرة. 5 قاعات يعني إذا أقول كل قاعة 50 يعني معناتها 250 إلى 300. أي هم شو مسوين؟ مسوين دواليب هاي الحديدية. وبين ديلاب وديلاب سرير بين ديلاب وسادين البرد فهذا الظلام يساعد على انتشار الأمراض. أنا سمعني بالأمراض الله يشافي الجميع. نعم. أنا دا أحكي نعم. أطفال إيش قد أعمارهم كانت بين وبين يعني من يا عمر يا عمر؟ لا هم أعمارهم أعمار متوسطة. متوسطة يعني نقول بين ال 12 نعم. بين 12 إلى 20. بس هم شوية الطول مالهم يعني البدن مالهم طويل مو. ولدوا بنات؟ كبار. لا بس ولد. الأخ اللي كتبت لي نزار ابن عمي عسكري يعدم سهواً اكتب لي خابرني على رقمي واكتب لي يعني اكتب لي رسالة الرقم عندك موجود فوق الكومنت اكتب لي رسالة أنا اللي انعدم ابن عمي سهواً دز لي هالرسالة أنا مداني خابرك ورا من ننهي. المهم ولد وبنات كانوا؟ لا بس ولد وطبينا بالقاعات قاعدين بالقاع بالأرضية ويعني هسه انت وياي ابني وياي المدير تقوم وقفوا صار يعني الناس من افارقه جايبيهم ما اعرف شلون ما يعرفون حتى العادات ولا يعرفون يتكلمون. المهم اعطينا توجيهاتنا الصحيه ورجعنا للاداره. الاداره هو عراقي قال دوله يعني ما خلوا تكرم شلب او بزون ما اكلوها. شلب او بزون ياكلوهن يعني معناته هذول جابيهم اصلا جابيهم من غابه يعني. اي يعني احنا لو مثلا عربي ما يسوي هاي الشغله. المهم يعني احنا افارقه العرب ما يسووها يعني كطبيعه أي حياتهم أي بس هذول جابيهم من غابات يعني. اي نعم. اي حتى قال تعالوا طلعنا غوانا جلد قنفذ. جلد قنفذ. قال شوفوا هذا الباحه طلع لزموس الخوف ذبوا جلد ماله واكلوه. قال يحطون توابل وما ادري شنو. اي يعني هي حديقه كبيره حتى القنفذ كلوه يعني زين. هذول ما عرفت شنو السبب جايبيهم. والله قال هذول يعني يربوهم تربيه خاصه ومهمات خاصه. قال من يتخرج من عندنا يكبر اكو بيوت يم المدائن هناك يسكنون بها وما يتصلون بالعراقيين ابدا. ما دي حراسات خاصه مهمات خاصه
بحيث انه من يمهم وينقطع الخبر. شلون يعني يا عراقي يا عراقيين اللي شتوا تداومون اماكن خاصه يوم صدام حسين، ما ادري ابو علي اذا يسمعنا اذا عنده معلومه، سامعيني بهيك شيء، اطفال افارقه يجيبوهم يربوهم بالعراق وينفذون بهم مهمات خاصه، يعني وشنو وش نفذوا ذولا سووا بالبلد، اغتيالات، جندوهم للخارج، والله ما ادافته ماني صاير بهذا البلد، بؤره مال قتل ومال مال اجرام. زين بس ولد بس الولد لقيت بس هذا المكان. لا سالت المدير يعني المدير، احنا ما عندنا معلومات عن هالمكان ولا مسجل عندنا. قلت له هم اكو قسم داخلي مال البنات؟ قال لي بالعظميه. قلت له وين حتى اروح له من كشفه؟ قال وين سيما العظميه؟ ها هذا يسموه راس الحواش. اي زين، وسينما العظميه بعد يعني مسرح العظمية. مسرح النجاح مال العظم بالعظميه يعني هالمنطقه. أي وين وين قبر الملك؟ قبر الملكيه. قبل مقبره الملكيه. الشارع على هو على جهه هاي، هي كانت قبل سينما، يسموه سينما العظميه بالسبعينات. انا سينما يعني. فمن بعد السينما بالضبط اخوان الفوق البنايه شقق كثيره وغابطيها واحده وين لوخ، وهاي بنات افارقه هم جايبيهم. يعني هم يعني انت من طالع بظهرك المقبره الملكيه تاخذ يمنك كانه رايح على ساحه عنتر، اول بنايه على يمنا يعني بصف المسرح تصير الركن اللي سياج سياج ناصي ابيض. اسمح لي خلينا نقول جاي من يوم ابو حنيفه، جاي من يوم ابو حنيفه. اي قبل ما توصل السينما العظميه الركن، قبل ما توصل الركن بس هاي محلات خاف الجهه اللي قصدك. لا هو فوق، ها فوق المحلات شقق. فوق المحلات نعم. اي شلون الحكي؟ اي اي فصعدت اني وهاي الباحثه ويانا درج وصعدنا زين، واذا هم مديره عراقيه وكلها غراف وكلهم هم من الافارقه البشره مالتهم معروفه من النساء، وهم نفس الشيء شركه المديره. هنا بس نساء هنا بس بنات؟ بس بنات. اعمارهم هم اعمارهم نفس الولد اعمار هو اعمار متوسطه هم متوسطه. اوكي فنفس الشيء المديره شكت قالت يعني اذا طبت تعرف البزازين منتشر عندنا، قالت صح. اذا طبت عندنا بزونه تصير غرضه بالاقسام الداخليه ما سيطر عليهم، يا اهل يلزمها راح ياكلها احنا عندنا. زين فقالت انا اضطريت سويت كتائب على الشبابيك حتى ما تدخل القطط، سويت كتائب. زين واللي جيله بانتباهي كدليل على كلامي انه اكو وحده بشرتها بيضه وياهم طالبه وحده بشرتها بيضه. اي بهاي يعني عجيبه يعني انه كلهم بشرتهم افريقيه بس هاي بشرتها بيضه. اسمع القنبله يا شباب، اسمع القنبله اللي راح تجيكم هسه لان انا سمعتها القنبله. اي وقاعدة تغني مو غناء انما نغمه تصعد وتنزل تصعد وتنزل. فمن وصلنا للغرفة وانا يعني ما توقفت زين، ولكن المديرة والهجاي استمرت تسوي بالنغمة. فأنا سألت يعني شنو النغمة شنو؟ يعني بس صوت لو يعني لو ددندن أغنية؟ لا مو أغنية، صوت النغمة تصعد بيها وتنزل يعني. نغمة موسيقية يعني شو ما تسميها يعني بدون كلام بدون كلام نعم. بس من شافتنا ما توقفت، من يعني شافتكم ما توقفت ما توقفت. فاني ما لعنا بها. فسألتها قلت هاي شنو هاي؟ هاي شنو؟ قالت هاي اسمها شعاع، مطربة العراقية شعاع. شعاع قالت هاي كانت بدار الدولة ما عندها أهل، فمن كبرت بعد دار الدولة ما يبقوها بدار الدولة. بس خل أشوفهم صورة المطربة العراقية شعاع في وقتها اشتهرت، لأن بوقتها لحظة بس يا صديقي على مود يعرفون اللي دا أقصد دا تقصدها منية. هذه يعني هي مثلت ومطربة بنفس الوقت اسمها شعاع. هذه دا يقصد عليها أعتقد مثلت يعني أكثر من مسلسل عراقي همينة اسمها شعاع. هذه الفنانة هذه لقيتها يعني تأكيدا لكلامك انه ويا ذول الافارقه كانت هي هاي الفنانه شعاع. فتحياتنا لك فنانتنا شعاع،
اذا دا تسمعين هذا البث مالتنا او دا تشوفيه او يوصلك، ارجو منك تتصلين بينا على مود نتاكد من هاي المعلومات الخطيره جدا، ونعرف شنو طبيعه هذه الاماكن وشنو ذول الافارقه. اذا انت يعني شلون انت تحكين عراقي عربي وهم افارقه، وشلون عشتي هالايام يعني، وشو تسوين وياهم؟ هذا سؤال مهم جدا يعني. اي نعم صديق. واستاذ دليل على انه هاي هذا المكانين يعني باشراف صدام، شنو الدليل؟ الدليل المديره قالت لي هاي شعاع قدم الطلب الصدام، كان نائب ذاك الوقت. زين قدم الطلب الصدام، قالت لي اني ما عندي اهل ومن دار الايتام واريد ادخل قسم داخلي، فالمفروض صدام يحولها على وزاره التعليم العالي الاقسام الداخليه مال البنات بامعظم. اي نعم. زين حولها على هاي، اذا هو عنده معلومه على هاي المكان، عنده معلومه. زين من حولها ما نعم. يعني شنو ربطها بالموجودين؟ ناس تاكل بزازين وكلاب وناس غير لغه وفشي كارثي يعني، هالبنيه شلون تعيش وياهم؟ هاي شنو هاي استفاد معناها، فكر انه يستفاد من عندها، معناها ما دام هي مقطوعه ما عندها اقرباء وتوصل معلومات، فهذا المكان هو مناسب. يعني هو الهدف الظاهر انه ذولا من يمهم وينقطع الخبر. الله، يعني معناتها ممكن تكون شعاع مدسوسة بالإذاعة والتلفزيون وعلى الفنانين، والله ممكن يعني تربت بطريقة مخابرات. هي اختفت يعني اختفاء كارثي مو طبيعي. يعني ما نعرف وين صارت، طلعت كم. هو هي المديرة خبرتني يعني، ما أعلم الغيب. قالت لي هي قدمت طلب للسيد النائب والنائب حولها على يعني. فواز انت سمعت فواز انت سمعت القصه سنه 76 يا رجال، شبيك قمزت؟ 76 كان صدام حسين نائب. هسه بين فواز الشمري يقول كافي تلفيق وقصص وخريط. اخلي طيطولك هسه يا ولي الشمري، يا شمري يا ولد، قضيتوها زحفتوا صدام حسين، حاشا زينين بيكم. اخلي طيطولك هسه، طايح الحظ شباب. ناو شو طيط صغيروني مو كبير، بلكي خلي يروح يسال خلف ال ها يا معود. ليش هي يا مواليد ليش تتعرفها اصلا الشعاع وقاعده تقمز بنصنا؟ تستلم الطيطات هسه ومرت اللي احترم نفسك من تدخل بنص عراقيين شرفاء يحبون بلدهم. احكي عدل نجاوبك عدل، اسأل سؤال طبيعي نجاوبك. نعم. زحف من طاح هذاك وحط صدام، زحف شنو؟ شبيك؟ فواز شبيك؟ اي اي هنا هاي قصة شعاع، عندنا شيء بعد بيها نعرفه؟ بس الأقسام الداخلية اللي هاي الكارثة الثانية. أكو دقيقة بس دقيقة أبو وليد. أكو أقسام داخلية والله أنا ما أعرف بيها، وأكثر العراقيين أعتقد 99% و 99% يعرفون بيها. أكو أقسام داخلية فضيحة. هسه راح نسمع قصة كارثية ثانية لصدام حسين وتدليله للعرب وتدليله للعراقيين. اسمعوا عيني. اي اكو اقسام داخليه نعم. الاخ اي نعم، اقسام داخليه تابعه للجامعه المستنصريه، خلف الجامعه المستنصريه. هذا الحكي اللي بشارع فلسطين خلفه بالبيوت يعني، هاي المنطقه اللي اي خلف الجامعه المستنصريه. الجامعه المستنصريه اي نعم. هاي بالطبع اي يعني، فرحنا على مديره الاقسام الداخليه بالجامعه أيه؟ هم وياي نفس الباحثه أيه؟ نعم. وطلبنا انه نزور الاقسام الداخليه. زين فقالت اكو بيوت يعني، من اعرف بها المديره هاي منو بدها تحكي لكم؟ مديره الاقسام الداخليه مال الجامعه المستنصريه. مديره الاقسام الداخليه تكون عندنا اقسام داخليه انتم مزاريها ما تعرفوها. اي وين هاي؟ ورا بيوت ورا الجامعه المستنصريه. ايش بيه؟ احنا من نروح نزور البيوت لازم هي تجي ويانا تدلينا. فاحنا اخذناها بالسياره مالتنا مالت الصحه ونزلتنا الى بيوت فتعجبنا يعني البيوت يعني. طبينا محل اول البيت يعني بيت طابقين خلف الجامعه المستنصريه، مؤسس تاسيس درجه اولى
صالة وتلفزيون ومن الأبرة للثلاجة. حتى مكينة خياطة، حتى ثلاجة، حتى غسالة، حتى أي شيء موجود. كل بيت بي زيجتين. زيجتين؟ يعني شو تقصد زيجتين؟ يعني متزوجين عرب. يعني كابل. كابلات. متزوجين يعني يعني ولد وبنية ولد وبنية كل غرفة ولد وبنية. أي الطابق الفوق إلى زيجة والطابق الأسفل إلى زيجة. هذول سألتها شنو؟ قالت هذول طلاب عرب يجون هنا. يتزوجون. يتزوجون. من يتزوج يقدم طلب انه انا تزوجت وفروا لي بيت. احنا عندنا تعليمات يقول من الجهات العليا انه يعني ناجر لهم بيت ونأسسه. يعني الطالب العربي اللي جاي يقبض راتب من عندنا من العراق ويدرس براس العراق مجانا زين على حساب خلفوهم وفلوس خلفوهم، من يعجبه يتزوج وليه بدك نتجوز وليه رفيقي ليلى تعال نتجوز وينطونا بيت مجانا واثاث مجانا وصدام قاعد يصرفونا مجانا والعراقي ابو مصموط في جبهات القتال ومسحول سحل ودرهم ما حد ينطي مو؟ نعم نعم نعم. وهذولا كان ينطيهم بيوت مؤثثة ويدفع لهم إيجارات ويدفع لهم كل شيء أبو صديمة وحزب البعث العربي الناقص. بذاك الوقت البيت إيجار مال السنوي 4000 دينار يعني حوالي 12000 دولار. الله الله. السنة 13000 دولار يدفعون لهم بالسنة للطلاب المتزوجون العرب في بيوت براحتهم. وهاي بيوت مسفرين. كاتب لي صادق جعفر قناة نعمانية. لا منو اللي قالها بالله؟ هاي بيوت مسفرين هدى علي. هاي بيوت مسفرين صح أكثرهم كانوا بشارع فلسطيني بيوتهم. لا 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 هاي بيوت مو مسفرين عقد يعني قالت لي عقد إحنا متعاقدين ويا الناس. إيه أقود مع أهل البيت مع مأجري. هاي نفس السنة 76-77 ذن السنين لو أكثر هذا مال العرب المتزوجون. لا لا. هي 77-78 العرب المتزوجون براسنا وراس الخلفون. حتى هي واحدة من دني نزيلات وطلاب صاحت بخشونة على هاي المديرة القسام الداخلية تقول لها هاي مكينة الخياطة بها عطل صار أسبوع ما خبرتكم ما حد إجانا شون دلال. قالت لي المديرة شوف يعني هم ضيوف يصيحون علي أنا مديرة من يقدر نحكيهم. والله حلو زين عاشوا عيشة يعني سعيدة. هاي اسمها احنا العراقي العراقي هنا قتل سهوا يعني تصور طالب عراقي يعني اذا يتزوج طالبه الدوله تدعمه. اي نعم. شلون ابو وليد يعني اقول الطالب العراقي بجامعه المستنصريه اذا تقدم على بنيه من طالبه أي؟ الدولة ما تدعمه وتطي لا يدعمون عدي يخمط الحاتة من عنده خطيبته لو يقتله لو قتل سهوا العراق قتل العراق كله قتل سهوا مو صح شباب هسه اللي ديساندونا من دول العالم كأنه ما يدرون الصاير بينا هاي كله صاير عندكم وإحنا ما ندري لا تدرون قتل سهوا العراق قتل سهوا إحنا كشعب احنا كشعب انا عاتب الجيل اللي فوقايا اللي هو جيل ابويا الله يرحمه وابائنا اللي هو جيلكم انت من ابو وليد من قريته حزب البعث العربي الاشتراكي يعني هو مو حزب عراقي عربي يعني ما جاي لبناء العراق هو شلون سكتوا له ولا سوى بيكم هو سوى بيكم هالكلب ابن الكلب اي صحيح هاي نانا ستيل ادم يقول بيت الوالد كان مؤجر للجامعة المستنصرية من سنة 74 إلى 79 وكان قسم داخلي للبنات العراقيات يعني ما يخالف بنات العراقيات ما يخالف بس يجوني عرب على حساب بلدنا وبلدنا بعدين قتل سهوا ويأكلون ويشربون يأخذون رواتب يأخذون شهايد وأم عربانة مسكربة ذات شروخ مبنشرة أنا أشكر مداخلت العفو عندك شيء بعد ضيفة؟ العفو حتى أنا سألت هالمديرة الأقسام الداخلية قلت له هذا العربي متزوج هاي العربية ها أهلها يدرون قالت لا ما يدرون
بس قالت من أنا من خصم كلية يعني الحلال يحلها يعني هاي جوازة هاي جوازة إيه حتى بالنصب لك المديرة قالت لي قالت لي منا لما تخلص كليتها وترجع بلدها ألف حلال يحلها يعني حزب البعث النصب. العربي الاشتراكي كان يجوز ما أعرف كان يجوز جوازة ذول البعثين منال يونس لا تقبضين راتب تقاعدي مال قوازة نعلى على شريفكم نعلى على ابو شريفكم انا اشكر مداخلتك يا طيب اشكرك على هالمعلومات القيمة والله يحفظك ويبارك بعمرك واتمنى كل عراقي شريف كل عراقي شريف عنده معلومات مثلك انا اشكرك وانت عراقي شريف ومحب لبلدك كل انسان كان عنده صاحب وظيفة ويعرف معلومات عن ذاك النظام عن هذا النظام يتفضل يصعد ويحكي لنا اياها الحقيقة كما هي على مود يعرفون ذول القواويز اللي معاديني انه انا ما عندي لا ناقة ولا جمل انا كل اللي دا سوي دا افضح هذولك وهذول انا اشكرك يا طيب والافتحية لك اشكر بالسلامة جبنا سيرة امنا الطيبة الراقية وجتنا بوقتها المناسب سلام عليكم هلا ويمه هلا بهالصوت الجميل الطيب العراقي الاصيل بغدادي يعني أنا أحب كل العراق كل أهل العراق كل أمهاتنا بس البغدادية لها غير كلمة يعني هلا يمك الله يحفظك يا أولادي الله يحفظك ينصرك إن شاء الله على كل من يعادي آمين يا رب العالمين ينصرنا كلنا على كل من يعادي العراق كم نفر بس إحنا قلنا كلمة الحق نعم. لو حتى على نفسنا نعم. والحمد لله والشكر الحمد لله الحمد والشكر. لله والشكر رب العالمين شوف عزيزي أنا زوجي الله يرحمه الله يرحمه كان يدول عمرك كان يدقق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أي نعم دا أقول لك من أي فترة لأي فترة زين عزيزي من سنة 82 الحد ما صارت الحرب مال إحنا والكويت احتلال الكويت الغاشم أي نعم أي دقق فالأقسام الداخلية كان يروح تفتيش عليها زين يعني هاي معلومات راح تجي بعد أدق اي نعم نعم في اليوم اجي شو هيك وجه احمر معروف يفرك بايده يا بشبيك قال لي ارد احكي لك بس لا تحكيني يا معوده قلت له شكو يدري شوي يعني احكي ما اسكت زين اي قال لي رحنا لاقسام داخليه اللي هي باب المعظم زين قال لي عازلين بنايه هي تدري هواي هناك اقسام داخليه صح لان هي مجمع الكليات هناك صح يعني كل الكليات المستنصريه هناك واحده قريبه على اي فقال شفنا اقسام داخليه بها ولد وبنات ولد وبنات ولد وبنات بنفس الاقسام الداخليه نعم سالتها شنو قال مو كلها يعني جزء من بناية زي. جزء من بناية قلت لهم ها شنو فمسؤولة القسم قالت الأستاذ دول متزوجين قال أنا ما سمعان زين متزوجين هي مثلا بالقسم الداخلي رجلها شلون يبقى تأجر بيت قالت له لا مو دول قسم عرب قال هي أدري عرب شلون موافقة من قالت لي يا معود لتسجني بخت الله بموافقة صدام حسين الجواز الأصلي صدام. يعني هاي معلومة جديدة نضيفها انه هو كيولي انه هو مجرم أيوة. انه هو قاتل هو جواز بنفس الوقت نعم كان يجيبهم يجوز إلهم فاحنا انا هسه عرفت العرب ليش يحبوه يعني هم جواز وهم ينطيهم فلوس يعطيهم شهادات ويعيشون بأهم بلد بالعالم كل مجد هذا الرجل مو بس إجرام يعني ما شاء الله لعنها من كل الصفات اللي التعيسة. لاقي عليها وعلى أهله والله لاقي قتلهم زين عزيزي وأزيدك علم ابن بيت احنا بس بأبكار بعدين أنا سكنت بيه نعم. بيت كل الشبير كنا مأجري قسم داخلي مال بنات زين هو ليش عافية يومية يروح تفتيش يا بس انت ما عرفت الدنيا يوميا جاي على دولي قال لا بابا الميون يغرق انا لان لا اشوف رذيله هاي باكر اقوم انا امام الله مسؤول
أمام الله، حتى لو أكون أنا موظف بالدولة، حتى لو أدت قابة راتب زين عزيزي. أي نعم. فالمهم طلب من أم القسم الداخلي هاي اللي بيها ولدوا بنات، قال أريد أشوف يعني قسيمة الزواج مع كل واحد دولة. زين حقا. فقالت ما أقدر أنطيك، شلون؟ قال هاني دا أقول لك أنا جايب تكليف، أنا الدولة مكلفتني وأني هذا شغلي، شرح أكتب؟ قالت لي يعني ظلت ماكو خايفة، تدري الناس تخاف. صح. يمكن أنا دعبتها للساطور، زوجي للساطور، هي تخاف. قالت له فدوا روح لك صاحبة جهال أربعة آني زين، ألا راح يروح جلدي ترى للدباغ. المهم زين يعني شنو ما عندهم عقد زواج همين؟ أكو كلك عزيزي كلك. كلك؟ والله العظيم أبو زديمة شادهن زين ملمعهن. والله العظيم والله العظيم كلك يعني ستيل. هو كلك مرته كلك أمه كلك يا عيني شاد يعني شاد الستيل العينتين ستيل يشتغل. نعم 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 أنا أخوي محافظ. أي فقلت له شلون تالي؟ قال والله حتى هو لو سأروح أحكي للوزير يعني رئيس الديوان مالتني. قال هسه مروح خليها بحلق صدام هالمرة كنا جلدنا يروح للدباغ. الصدق أحكي لك يا زين. قلت له زين بعدين شلون؟ قال والله أنا هاي ملاحظة رح أخليها لتاريخ. زين زين خليها لتاريخ، أنا شفت هذا الشيء وكتبه ترى بالله والله العظيم يا ابني العزيز. كان من يريد يكتب التقرير يجيب القلم يخلي يم حلقه يقول له ربي بحق هذا القلم اللي حلفت انت بي كون ما حد ينظلم جوا ايدي تقبل قرآن. الله يرحمه الله الله يتغمد برحمته زين. هذا الانسان أي. الشريف اللي 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 اهم شيء مرضات الله سبحانه وتعالى ويؤدي عمله بامانه، فرق عن هذول القواويز اللي استغلوا بلد ودمروه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اي والله العظيم والله. وهذه بقى يعني ما قدر يكتب لي. انا باكر اريد منك مداخله على موضوع عدي والسبب هذا الولد اللي جاب عيد ميلاده من عندكم من الرقابه الماليه. باكر لان احنا راح يكون اليوم المفتوح للمكالمات، اريد اول مكالمه انت امي. واقول لك اتصل اني لو تتصل بي. انا اتصل بيك باكر، اول اتصال انا اتصل بيك ان شاء الله. حضرتك ان شاء الله ان شاء الله. أضحك مو كل قهار. يلا دا اجيب هذا ابني الصغير اخر واحد اخر العنقود. الله يحفظه يبارك له. 93 يحفظك الله يحفظ اولادك زين. المهم دا يسوي لي عمليه انا المستشفى مع الحمايه زين بساحة الواثق. اي نعم. دخلوني بذاك اليوم ضربه فندق الرشيد. اوكي. بالموت اني حايره بالعمليه ودا ابكي زين بالموت يعني هاي سنة 94 من ضربه فندق رشيد اي 94 اي 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 نعم لا 93 93 ما ذكر بالضبط عن السنة. اي نعم اي المهم 93. المهم انا دخلوني طوني البنج زين زين اثاري اني مخال سابة صدام حسين والخلف ومخال احد حماي هاي وقال لك روح جيب بلاستر خلي على حليب صبحتنا شلون انت زين. انا مليت سبتني ما اعرف ليش اول ما شافتني سبتني زين. رجع كان يقول لي ورا ما صحيت من البنك قال لي هاي سويت عيني كل سويت ابو علي كل شيء والله ما مسويه. قال لي نعلتي والد والدي لك يجون اذا ياخذون ويعدموني برغبه منان يا روح كلام يعدمون. الله يحفظك مخابضه. الله يحفظك الله يحفظك ويبارك بعمرك امي. وانا اشكر مداخلتك. لا طف ويا بالعكس الله يحفظك ويبارك بعمرك. اشكرك على المعلومات القيمه مبنونه اني مبنونه. الله يخليك. لعد ايش بيكم ليث من قعدتي سبيتيني انا شو مسوي لك؟ طلع ستيل العين تاني من قال ستيل مدى قال شي ستيل. السلام عليكم يا طيب. الو السلام عليكم شلونك يا طيب؟ الو شلونك يا طيب الله يحفظك حبيبي الغالي. عرفنا عن نفسك وتفضل احكي لنا القصه مالتك الكل ده تسمعك ان شاء الله. انا
أنا حبيت بس ألفت نظري القضية صارت يعني قبل ما نوصل للمكان. بس عرفني بنفسك أول شيء. يعني أنا مو شاهد عيان بس قبل يوم صار الحادث. اسم حضرتك أبو منو؟ منو؟ أبو حسن من النجف. تفضل يا أبو حسن، تحياتي لكل أهل النجف الطيبين. تفضل الله يحييك ويحفظك ويوفقك إن شاء الله. الله يوفق الجميع إن شاء الله. تفضل يا طيب. إن شاء الله. احنا خريجين كملنا وحداتنا العسكرية، وتعرف صار نقل بغداد، انتقلنا للعمارة. يا سنة هاي؟ العمارة. يا سنة؟ سنة بين 85 والستة وثمانين. اوكي، يعني سنين العجاف اللي احتلوا بها الايرانيين الفاو علقت عنانا. اي لا قبل، لا قبل الفاو. مو 86 هم احتلوا الفاو، انت قبل الفاو يعني بعدك بالشلام تشو النهار جاسم والعلقة مالتهم. لا قبل هم قبل إيه؟ يعني أخاف قبل الموعد. أنا هم ما تساعدني بالتاريخ. أنا ليش أستفزك بالأحداث على مود أنت ذاكرتك تجي للمضبوط، لأن قبلهن معناته أنت محمرة وعبادان، وكنا داخلين إحنا بإيران. تمام، محمرة وعبادان وديسفول وذن الخفاجية وزين القوس وكلهن. أي ذني بالبداية، بس هي بهال يعني الوقت، يعني أخاف قبل 85. أنا خريج معهد 83-84. نعم. دورة أساس في 6 شهور وفترنا، يعني قدرتها أنا أقدر بالمستقبل أدبر لك الوقت يعني بالضبط إن شاء الله. مو مشكلة يعني، مو بهاي السنين، بهذه السنين العجاف بهاي تحكي المرحلة. أي شنو اللي صار بال 85؟ أي كان قائد الفيلق هشام الفخري. هشام صباح الفخري. أي مو كان قائد اللواء المدرع العاشر هو هذا الذكر؟ هو كان قائد فيلق، مو قائد لواء، قائد فيلق. اي نعم، بس اهم الذكر على المدرع العاشر كان هو بفتره من الفترات. اي تمام، هو واحد من ضمن التشكيل، ضمن تشكيلات الفيلق. اوكي. اي نعم تمام. فاجينا منقولين خريجين، وتعرف نقعد على كتور وبعدنا ما متأقلمين ويا الجيش، وهاي وحدات استغربنا انصدمنا بيها. يعني انت خريج شنو كنت؟ خريج شنو كنت بوقتها؟ معهد. خريج معهد ميكانيك. اوكي. اي فكملنا الدورة ونقلنا بمدة بغداد ونقلنا للعمارة. زين. فلقينا الوضع كئيب يعني، وتعرف الوحدات يعني كانت تضم كل الأجناس، يعني أكراد وجنوب ووسط وغربية. صح. ويعني المختلف يعني، وبيهم المسيح وبيهم المسلم عادي يعني. الوضع يعني كئيب جدا. زين. يا بشكو شنو السالفة؟ ما حد يحكي. بعدين ولد من أهل الموصل كان كلش متضايق، اسمه معتصم عزيز من أهل الموصل. زين. قال لنا بس أرد أعني بقلبها أسألف لكم، أنتوا أجيتوا الحمد لله ما أجيتوا البارحة أو قبل البارحة. صاير ليش؟ قال الدنيا رادت تنقلب هنا، صارت الدنيا حمرة. شكو؟ قال أكو الدعاء أنه واحدة من المعلمات أو المواطنات من هالعمارة أنه تعرضت لاغتصاب. زين. المنطقة والجماعة والشكوى يردون يبعدون الشكوى عنهم عن منطقتهم، قالوا ذول الهاربين يعني سووا الشغلة هاي. زين ذول وصل المخابرات والحكي والاتصالات، قائد الفيلق أمر ألوية مغاوير الأول والثاني مع الفيلق الرابع نزلوا للعمارة والسيطرات والكذا، الحزب والانضباط العسكري والكذا، تقريبا أي واحد ما عنده مستمسك يعني عسكري مو عسكري مدني أموره صحيحة ما شايل مستمسك ما شايل هوية، يوم ضارب على الكتاب ضايعة إجازتك، كلهم جابوهم ويصيحون ما غايبين محنا مو هاربين، وأغلبهم عسكريين وقسم ملتحقين لوحداتهم. زين. وياية؟ أي ملتحقين الوحداتهم يعني مو هاربين، لما لابسهم العسكرية مارين وبالسيطرات كلهم نزلوهم انجمع أو بالفيلق الرابع تقريبا 5000 تقريبا. شيخ ناصر الأسد يقول أنا اعتقلوني من ضمنهم. أي 5000 5000 جمعوهم بمعسكر الفيلق الرابع بالميمونة، المفرق اللي يودي ميمونة بصرة. اي نعم. يسموه سلف البهاذل. زين.
فبلشوا أول يوم الحضور إجباري. ذكرني بهذا حديث الرجل بالمخابرات، الحضور إجباري. زين. جمعوا كل وحدات الفيلق الرابع بالآلاف بالآلاف، جمعهم حضور إجباري ونصبوا 30 وتد، كل إرسالية 30 شخص يربط وينعدمون. اليوم الأول جنود عراقيين، ذولا جنود عراقيين، جنود عراقيين وقسم موقفهم سليم، يعني ضارب على الكتاب يوم وفاقد النموذج مالته. 30 عمود، 30 عمود، كل كتلة 30 واحد، 30 عمود، وجابوا لجان إعدام حتى من الإرباك اللي صار، ثلاثة من الرمات انقتلوا لأنه أكو وضع بنبطاح، وضع بروك، وذول اللي ضربوا بالبداية قاموا، ذول والورهم ضربهم، ثلاثة خسائر بس من اللي رمات. أحول القوة وتنقل الإيفاد والحضور من اتحاد النساء بالهلاهل والهازيج والحزب والثورة والكذا، كأنه يوم عرس وطني. ودي يقتلون بالشباب العراقي. هذا اليوم الأول، هذا اليوم الأول. زين. اليوم الثاني ما أعرف صار العدد 330. اليوم الثاني 330؟ 330 شخص انعدموا على عدد الثلاثينات، يعني زين. من 30 عمود كم صار؟ يعني يعني 11 وجبة تقريبا. اي لان 10 وجبات يعني 300، ووجبة يوم 30 يعني يصيرون 330 بالضبط. بعد الشغل الحضور قائد الفيلق وكل الضباط حضور إجباري. يوم الثالث اجى عفو انتهت الشغلة، يعني أكثر من 700 واحد، يعني ما أعرف ليش اللي حاز بنفسي ما حد جاب طاريهم، ذول ما عندهم أهل. 700 عراقي انعدم. والسبب كذب اللي هو انه اكو اغتصاب امرأة على اساس ميسان. لا بعيدة عنهم، بعيدة عنهم، ما له دخل هذا الموضوع بهذا الموضوع ابدا، ما ابدا ابدا. بس شنو يعني؟ بس انه عنده غياب او متأخر او متخلف او بالضبط بالضبط. زين مو هاي سنة، هاي سنة كان عدي وقصي بالحبانية يصطمون بنات وياهم اجنبيات ويشربون بالبحيرة، ذكر نفس هاي السنة بالضبط بالضبط. فأنا اللي أثر بي يعني هو كتبت رسالة مثل ما كتبت لحضرتك رسالة وانتبهت وجاوبتني. أكو من يدعون يعني بالقضايا الإعلامية ونشر الحقيقة، أشوف ما جابوه بالطار ولا لهم أحد، يعني ذول الناس شنو؟ ما والله ما أعرف أنا، والله العظيم أنا هسه من أسمع أنا ما أخذ رقم، أنا دا أتخيل 700 إنسان عنده أم وأب أو متزوج وعنده أطفال وزوجة، 700 عائلة نكبت خلال يومين وكل شيء ما مسوين، والمشكلة عوائلهم هذول اعتبروا خونة حتى فاتحة ما يقدرون يسووا لهم، وتخيل طقت قلبهم وموتتهم أهلهم. ممكن. والمشكلة يعني هنا الإعلام إذا قضية تخصه هو الشخص أو عدة توجه يحكي بيها، دولة ما معنيين، ما حد جاب طاريهم. يعني هذا شيخ ناصر الأسد يقول أنا طفرت منهم، يعني هو كان من ضمن اللي مفروض ينعدمون. شيخ ناصر تقدر تصعد ويانا بدون زحمة عليك؟ يعني تقدر تخابرني بس اكتب لي نهاية رقمك واتصل بي بدون زحمة عليك. قلت لك بس إذا تعرضها على أهل ميسان كلهم، يعني هواي ناس ويانا بس كون بعمرنا يعني ستينات. هو الرجل ده يقول أنا من ضمن اللي كنت مفروض انعدم وهربت من عدهم. لا مو هو اليوم الثالث اجى مكرمة من صدام، عفو مكرمة، يعني ذول اللي ما يعني اللي راحوا 700 ذول من شملوا بالمكرمة، واللي بقوا اللي بقوا يعني هنا شو اسمه تركي دوسر ما اعرف شنو، يقول عدد مبالغ بيه، عدد مبالغ بيه. انت ايش قد مواليدك تركي؟ والله بدون زحمة عليك انا 64. لا مو انت، مو حضرتك، العفو دا احكيه، واحد دا يكتب لي اسمه تركي دوسر يقول العدد مبالغ به، هذا اللي انت قلته 700 واحد. لا 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 مو مبالغ به، انا قبل يوم اجيت، يعني تعرف شنو واللي سولف الواحد متاثر، يعني الارساليه الوحده 30 واحد يشدوه بالعمود 30 واحد. لا بالله العلي العظيم. وباليوم الاول صار خطا، ثلاثه رموا من الرمات انقتلوا. تركي انت تركي دوسري انت عراقي لو سعودي؟ اكتب لنا واكتب لي مواليدك على مود شوي، اذا اقسم لك محتاج ادز كم طيط الاهنه بالسعوديه
اللي يحبون صدام حسين يعني. بس هو خلي يجاوبني شباب، مو انتو اعرف، بس خلي اشوفه يعني. انا بعد اكو شيء تضيفه على هذا الموضوع يا طيب؟ والله اذا طرحت على الناس اللي ويانا ستحصل معلومات كلش هوايه، كلش هوايه مؤلمه يعني. ما اعرف ذولا شو ما شن حسبه وما ادري. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. انا اشكرك يا طيب، وان شاء الله هذا الموضوع ما يضيع حقهم. انا اشكرك. لا بالعكس، هذا واجبنا، وهي هاي قناتكم، هي هاي قناتكم. الف تحيه لك يا طيب. الله يحفظك يا طيب. الله يحفظك يا سلام. السلام عليكم. الله. يعني انت اذا 1889 يعني هسه عمرك انت. السلام عليكم. لحظه يا صديقي بس انتظروا وياي بدون زحمه عليك. يعني انت هسه عمرك 45 سنه مو تقريبا؟ لا 55 سنه يعني بعمري تقريبا، مواليد 67. زين انت اذا انت دوسري ومن السعوديه، ايش مدريك ايش مدريك باللي صار عندنا يعني؟ لو انت بيك كان حي اسود، روح اكتبه بالعراقي، كان حي اسود، شوف ايش يطلع لك. هذا بيك يعني، مو هذا اللي يخليك تحكي هسه. والله انا اتمنى واحد من عندكم، انتم من السعوديه تحبون صدام حسين، تصعدون وياي تفهمونه ليش تحبوه. هو شبعكم صواريخ، هو سمى الملك مالتكم خائن الحرمين، وهو كان يريد يمحي السعوديه واسرائيل، والخطابات مالته موجوده. يا نواقيس، خاف عندنا نواقيس من العراق، انتوا انقص من عندهم، انتوا انقص من اللي عندنا النواقيس. استاذ رجعت اسمع عفو حبيبي. السلام عليكم يا طيب. وعليكم السلام اخوي العزيز، شلونك؟ تفضل تفضل يا طيب. تفضل يا طيب، شلون احوالك استاذ نزار؟ بالنسبه مال السهون هذا اللي حكيت فيه، اي بس عرفنا عن نفسك يا طيب واحكي لنا بي. اي نعم العفو. اني قصي شكر محمود. يا اهلا اخ قصي، تفضل يا طيب. اي واني ترى بالاساس قرايب عبد الامير، انتو تسموه اموري. اموري يا حبيبي، الف تحيه لك. اموري طلع وياك بالبرنامج. الف تحيه طبعا. اموري عبد الامير، هو عبد الامير مو امور، عبد الامير اسمه هو. انا يعجبني، واحنا اهل شارع الكفاح، عبد الامير نصيح لاموري، هاي معروفه كل البغداد يعرفوها. الف تحيه لك ولاموري وكل هن الاكراد الفيلين. اي نعم الله يخليك. أني بالنسبة إلي كنت عاشرتهم من كانوا بسجن أبو غريب، كنت أزورهم أودي أمي لحد ما راحوا لبرسلون. آخر زيارة رحت لهم يمن، قالوا إحنا بعد لا تجون، لأن جاء من قبل واحد من قبل صدام، وقلنا إحنا شكو حازيننا صارنا إيه. 6 سنين وإحنا العراق بحرب ومحرب. المهم قصة هاي دعشك إيه. على هاي مال السهوان. السهوان هاي الوثائق أنا طلعتها من بيت عمتي. وين كان البيت؟ بين ساحة بيروت وبين القناة. أكو كان وين المحكمة على اليسرى تصير؟ أكو كبار. تصير المحكمة على اليسرى والضريبة تصير على اليسرى. إي نعم. أو علي من 10 العام بيت 600 متر كان مكتوب بشركة تجارية. هذا كان البيت منو قاعد بيه؟ أي هذا كان بيت للمخابرات، كان قاعد بيه أخو صدام حسين. أخو صدام حسين، ما تعرف من يوم من عندهم؟ إيه؟ يعني هم وطبان وبرزان وسبعاوي، فأكيد أكو واحد اسمه ضرطان وطبان. زين اي بس شنو تبع علي؟ هو بيت مسمى بيت عمتي يعني. رجل عمتي هو كان تاجر وعنده معامل هنا يعني. هو بيت مال بيت عمتك، وهذا كان البيت بيت عمتي، سفرون بيت عمتي. اه وقعد بيه ضرطان. اي إيه اخذنا ضرطان. ضرطان اجى من العوجه، من العوجه اجى هو والحفور اللي برجليه والعقارب اللي برجليه، وقعد بارقى مناطق بغداد. ايش اشتروا؟ ايه استاذ نزار بيش اشتروا؟ اشتروا لسه عبالي ب 33 الف دينار عراقي. هذا زوج عمتك اشترى ب 33 الف ذاك الوقت؟ اي 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 والله سجل باسم ابويا، وابويا كيف جنسي عراقي على اساس احنا ماشيين، وهو كان يخاف. وابوي قال له انا ما اقدر، لان احنا عيون علينا احنا الاكراد يعني. ان شاء الله ترى كنا عندنا جناسي 4000 يعني عراقيين احنا. زين يعني ترى شغله مو شغله ايراني وما ايران، شغله تفوت، كان شغله تجاره. وبالنسبه انه ولدنا احنا القرايبنا اعمام يعني. انت تقول هسه انه تسفيركم اولا بوكم، لان انتم كنتوا اكثركم تجار واصحاب اموال، لو هو كان عقاب انه انتم سنه 63 مو هذا يعني عده اسباب، بس من ضمنها البوق، من ضمنها النهر. اي لا انا احكي لك، انا كلهم حاجتك. اني عمي اخو ابويا سب لندن ماخذ خاله جبار كردي،
زين الجبار كردي اللي كان الاشقياء اللي هو ذراع صدام وبعدين كانوا ويا صدام وبيوم جو يسفرهم مثل اللي مصر الصبح تسفيرهم جو عليهم بالليل كان ماكو تسفير طلقوا البيت مالهم جميله المخابرات قامت اخت تصيح وقواوي سرسل جسولي هذا الساقصة كان الملفي احنا بالبيت الصيح وانا هذا القواد هذا ابن هو طلع قواز اصلا يعني اي نعم المهم استاذ خلينا بالموضوع مخاتل استاذ العزيز مخاتل ببيوتنا كان ببيوت قرايب كلهم مخاتل مخاتلي كانوا هو دايح زين وبالنسبة جبار وفتاح وذول الوليد وابن ماما هو مو ابن ماما يسموه ابن مامقة ابن مامقة اي مو ماما ابن بالكردي يسميه بالكردي يسميه كوري مامقة ابن مامقة هذول ثلاث اربع الحنين هذول كلهم كلات فيلي عمي اشقياي كانوا صدام كان هذا شلون ينظف قدامه ما يعني مو اشقيا صدام يخدمهم يعني جوا اذا يفعلون بي ما ادري المهم اي نبقى بموضوعنا نبقى بموضوعنا حتى بيوم صارنا ابو احمد ومن هزم جل صعد فوق يم ابو غايب الكردستان يم مسعود مو مسعود يم البرزاني ابو مسعود زين شو اسمه البرزاني حتى يعرفوه يد الله يعرفه قال تعال انت بالكفى جابك انا تقول ابن عمي قصي هسه شنو موضوعنا ما نردك تحدد لي موضوع قصي هسه احنا موضوع علي ممه وهذن كل حكينا الموضوع مال السهوان سهوان احنا بدنا نحكي سهوان اي نعم هاي ال اي السهوان هاي السامية عزيز بالمحاكمة الكافية بالمحكمة طلعت اسمه هذا طلعته من البيت هذا من الفايلات مال الامن العامة زين عادميهم سهوان جماعتنا بالالاف وحاسب لهم راتب شلون سهوان باعتبار على زياد عددهم ما تعرف عددهم بالضبط بيهم. ما تعرف عددهم بالضبط بالالاف يعني بالالاف يعني بالالاف قتل سهوان اي والله تقريبا بال 1800 شاب خطيه 1800 شاب قتل سهون اي بال 1800 يا سنه كاتبين عليهم يا سنه قتل سهون بال 86 عادميهم بال 86 قتل سهون اي موجود كتاب تاريخه بال 86 ايام من طالع من نقرس عادميهم وش كاتبين عليهم على اساس التاميم وحزب الدعوه هم محجوزين يمكم 86 يعني 6 سنين هم 6 سنين محجوزين عندهم معدوهم على اساس حزب الدعوه محجوزين اي لا هذا التهمه مال حزب الدعوه اي التهمه انه هم حزب الدعوه زين ست سنين هو انت ست سنين حاط عندك بالسجن بعد يا حزب دعوه اي مو هو شلون شو يقولون العاد فش كاتبين بالمذكره الساعه بالي الكاتبين بانهم لقد عدموا سهوا وقد صرف لهم راتب تقاعدي 55000 دينار لذويهم ان وجدوا لذويهم ان وجدوا لان طبعا اهلهم سفرهم قبلهم وهاي ما يدرون بهم بعد تقدر تقدر عفوا طبعا المحكمه مال اكراد الفيليه مال المحكمه الصدام تكتب سامي عزيز طلعت الوثيقه والوثيقه صوروها وباعوا تخبروا يعني الاسماء مالتهم منين اذا تلقى لي مالتها المحكمه دزليها على الخاص دزليها برساله هي موجوده المحكمه بس تكتب محاكمه الكرد الفيليه سامي عضو برلمان سامي عزيز هي طلعت وش قدمت لهم اقول لك شو قدمت لهم قدمت لهم وثائق مال جيعان هاي منطقه العلاوي هاي كان قبل كلها بساتين سنه الدوله العثمانيه هاي الوثائق عندي اني مكتوب بوخشه بالتركي يسمون بستان بوخشه مو انت تدري شنو هسه سيد قصي ايش تسوي هسه انت بدك تحكي لنا شيء عندك انت المفروض تدز لي اياها ونتخابر اني تشرح لي تشرح لي هذا الموضوع كليته ونطلع قدام الناس ليش يطلع موضوع مو بهالأهمية هو مهم جدا انا موضوع الى احكيكم ثلاث حلقات ما تخلص اي خابرني انا عاشرتهم هنا وشفت الضيم وظلايم سيد قصي هواي بقلبه هواي بقلبه شارب قلبه ما يعرف مين يبدو مين ينتهي انا اريد وياك نتخابر احنا شفناهم وعفناهم مش دا اقول لك اريدك نتخابر يعني انا احنا اقول لك شركة جورج وومبي سامع بي هذا ابن الخط الجسر الحديدي اي نعم شركة جورج وومبي اي نعم انا ابويا الفورمان ماله شكر محمود كان فورمان وشركة كومبي وعندي هويته منه شنو رايك هذا كان السواق والعمال كلهم كانت فايدية اتحدى لو كان بيهم واحد عربي يشتغل وابوي كان سايق مال مدير الشركة نفسه كان بيه لاند روفر اي نعم اسمه شكر محمود نجم يشبه رجل عبد صاحب ابويا يشبه رجل عبد صاحب حتى في يوم ضاعوا بالصحراء كنت يدورون عليهم على طريق الجريبة بين الناصرية كان منبلط والبصرة ضاع
راحوا ابي كان سايق وياه يقول تلجم بالصحراء يلا لقينا يقولون انا انا في شنو اريد منك سيد قصي يصير تليفون بيني وبينك باكر ان شاء الله نحكي المواضيع نحدد يا مواضيع نطلعها والوثائق تدز لي اياها على مود تكون الحلقه هاي الوثائق باوع باوع هاي الوثائق تقدر تطب على المحاكمه اي طلعته وطلعوه اي ما يخالف باكر انطيني اياها واللي يعني بعد باكر نتفق على المواضيع الوثائق بالمحكمه باكر نتفق على المواضيع انا وياك يا مواضيع اريد نطرحها وانا راح اطلع المحاكمه ونحضرها وتصعد ويانا حلقه كامله حلقتين ثلاثه موضوع موضوع نطلعهن مو مال نحكي هيك بهيك سرعه وبهيك مضمون أي انت 1800 شاب قلتهم يعني شلون الشخص اللي قبلك قيمه وفاه ذول الناس مو مال نحكيهم كلمه كلمتين ويعبرون بهيك طريقه المفروض نطلع وثائقهم نطلع الانسان اللي حكت بالمحاكمه ونطلع ما قتل سهوا ونطلع اذا عرفنا اساميهم اذا عرفنا اشكالهم مناطقهم اساميهم شهاداتهم اي قصد الحكي بالمذكره طلعت قصد الحكي انه انا وياك نقعد ندرس الموضوع نطلع للناس بصوره الناس توثقه هاي القناه هسه الناس توثق من عندنا تاخذ الحقائق كما هي من عندنا فاني ما اريد نحكي كل المواضيع بشكل سريع اقول لك شغله اي نعم اقول لك شغله اني وياهم التس اخوال اخوالي رعد سيف الله جواد سيف الله وسلمان سيف الله رعد كان عسكري بسيف سعد اي نعم جواد كان سايق مال مدير الاعلام وسلمان هسه لابس ومركز تدريب شنو رايك اخذهم خطيه لا ماكل ولا شافي لا حزبيه لا شو اسمه وخالي كان سعدون مدير معرض بغداد الدولي بزمان نهايه البكر طلعوا بالتلفزيون من بكر زارهم خالي واقف خريج تعسوفتي 65 شنو رايك اي نعم يعني هي هم كانوا عائله حكومه بمناصبهم يعني هم 16 نفر كل مناصب كانوا كان خالي لاقب بنادي زوراء الماسله هسه بالمانيا جبار بالمانيا هذول اخوته قصه وايه هي ان شاء الله ان شاء الله قصي نتصل انا وياك باكر ان شاء الله هسه اقول لك قبل البث رحم الله والدك ووالدك نتواصل انا وياك ونشرح كل تشرح المواضيع اي نعم ونرتبهم بالترتيب وكل قصة من عندهم كل مأساة تأخذ يعني مداها كامل ونشرحها شرح كامل مناطقها مكاناتها على مد... الناس توصلهم المعلومة كاملة أعرف الهموم هواية وأعرف بقلبك شايل كل شيء هواية بس أنا مهمتي أنه أنا أقدم المعلومة الناس تستفاد من عندها وتوثقها للتاريخ أخصي فأنا أشكرك جدا على اتصالك باكر راح يكون بيني وبينك اتصال ونرتب هاي المواضيع بس عندك. هل ملاحظة أعطيك إياها تفضل اسباب التسفير اول شيء هم اعتدوا عليه جماعتنا هوايه يعني تعرف عنه كان قرنباريه جماعتنا زين هو يدي هو كان عايش بنصهم هو من شارع يعني ببيوتنا طب ببيوتنا يعرفنا حق المعرفه احنا كلهم عوائل وتجار وشايفين وعايفين لبس لما قال ملابسين هو كان ملابس هو حافي احنا جماعتنا تشوفهم بالصور مالهم كلهم قوت ومقوت بهذاك الوقت بهذاك الوقت يمكن طلعوا جماعتنا طلعوا صورهم كلها قوت وشخصيات شخصيات وناس محترمين ثاني شيء جبار كتله بالسجن بالتنكه مال زبن الله وكيلك جبار كنت كتله بالتنكه مال زبن كان قاعد كان ينظف قال لكم ابن الناقص نغل قام بالتنكه كتله جبار تنكه مال زبن كتله نعم يعني وما يدجر قدام جبار يشيل عينه هم ذا كان اشقيائيه هو كان هذا شلون يخدمهم هو هاي اثنين ثالث شيء مال الكفاح قبوا مورا عبد الكريم طلعوا بس هم وقفوا قالوا يريد سلاح مراتهم هم يعرفون الشغله يعرفهم كان هو معاشرهم صدام يعرفهم ناس ما تنقعهم الكفاح يعني شباب وما يدخلون جواباتهم وثالث شيء والاهم عتنا جدودنا دزوا وايد الحركات الكرديه للملا البرزاني فلوس مساعدات ضد الحكومه هاي يدري بيها وحق المعرفه يعرف بيها كان كان وياهم ويا ولدنا في تربية التجار وهاي كل زين فعرفنا إن أربعة فهي هاي السبب وهم جماعتنا هم تجار بعد بعدين ندرس هذه المواضيع كليتين إن شاء الله وتكون إن هي هاي الأسباب أربعة إن شاء الله ألف تحية لك قصي ونورتني يا طيب ألف تحية لك يا طيب السلام ألو السلام عليكم ألو السلام عليكم الو الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله تعرفنا عن نفسك وتفضل جولك يا طيب الله يخليك حبيبي وياك وياك حيدر من بغداد اهلا وسهلا اخ حيدر تفضل يا طيب الله يخليك حبيبي انا عندي فت مداخله بسيطه استاذ نزار تفضل يا طيب الله يحفظك بال صارت عندنا حادثه بال 97 اي نعم
أنا كنت رايح دا ألعب بالساحة طوبة. أي نعم. بأي منطقة كنت؟ بالشعب قريب عن حي أور. آه قريب على حي أور من يعني هاي حي التجار المنطقة؟ لا ما أدري تندلها لا وين نادي النفط. أي نادي النفط نادي بين حي أور وبين الشعب هاي المنطقة. أي نعم بس عرفته. بالضبط اللي هي صير قريبة على اسم فلكة صباح الخياط. أعرفها فلكة صباح الخياط. أي نعم. فأنا كنت رايح لل كنت يعني قبل لاعب. أي نعم. فرايح للساحة ألعب رجعت للبيت. زين. قبل الغروب كان بيها شتاء. فشفت يعني المنطقة باو عليه يعني شلون ما الواحد خايفين منه. زين. الو اي وياك سيد حدا اي اباوة يعني الوضع غريب يعني الناس تطبع لي وتطب جوا وسد الباب شنو الموضوع ما مدافته المهم انا شو مثل ما تقول يعني على قولتنا ما دارت بالي الوضع وصلت الباب البيت لقيت تكرم في حاطات والدتي وخواتي برا والباب مفتوح باب الاستقبال وباب المطبخ والبيت فارغ ما بيه احد زين فأنا ركبت جوا للبيت قلت خاف الوالد توفى لان كان مريض الله يرحمه هو توفى بال 2006 الله يرحمه انت ايش قد عمرك هنا من جيت ب 96 في هذا الحدث انا مواليد 79 يعني قد عمري 79 17 سنه اي نعم يعني 17 18 ما اتذكر المهم فقلت خاف الوالد ما رحت ركضي شفت الوالد الله يرحمه كان نايم زين يرحم موتاك شنو الموضوع صديق كذي شنو طلعت برا لقيت هذا جيراننا يباوع علي من الباب يفك الباب ويصير نزلت علاوي تعال شنو الموضوع شو هي البيت وضعه مو طبيعي وناس وهاي صفنا من الدكان ابا عليه الطب جوي قال لي حيدر ما أعرف سيارة تشتفوا أخوك لبسوا شو اسمه شدوا عيونه ولبس صعدوا بسيارة بيضة هاي شو يسموها كوريلا شان مال أمين ما أدري كوريلا مال المخابرات الكوريلا الصغيرة أي هاي الصغيرة أحسنت أي نعم وأخذوه راحوا لك شنو أخذوه راحوا قلت له شنو أخذوه راحوا قال والله قلت له ياهو منهم قال مهدي زين عجيب المهدي شو مسوي المهم ظليت انا قاعد انتظر ما كحد بالبيت يعني المن اسال وين اروح لما اجوا اهلي بالليل طببوني جوا قال تعال طب يا بشكو قال ما ندري كان بيها لعبه العراق منتخب العراق والقطر دا يلعبون زين اخوي يقول باعت اندفر الباب انا قاعد على القنفه اندفر الباب باعت علي ناس طبوا كانوا يقولوا لي منو قلت لهم عراق وقطر قال شنو عراق وقطر منو مهدي قلت لهم اني تعال اصعد يا بشكو كيف ما ادري شنو راجديات اصعد زين اكو اذا تندل مركز الشعب مال سوق شلال تندل سوق شلال طبعا حافظه ترى بغداد شبر شبر يعني انت تشوف عليه اعرفه لان انتم من يومكم اذا تمشي عليه صرت تروح على شارع اكو نهايتكم اكو شارع قبل يروح على سوق شلال بالضبط بالضبط احسن المركز مالته العشار العام اي المركز صح هم مدي هناك ها مركز الشرطه اللي يمسك شلال تقصد اللي قبال استوديو حكمه هذا تقصد عليه بالضبط بالضبط لا مو قباله يعني شويه مسافه صغيره بينه وبين سوق شلال يصير الجهه الثانيه اي نعم هو نفس السايد يعني على نفس السايد بالضبط اي نعم فرايحين قايل لهم روحوا هناك راجعوا للمركز رايحين للمركز قبل المركز قايل لهم عم هذا مهم اخذوه لم اذا تندلها امن الطالبيه تندلها يم جامعه الاداره والاقتصاد بالطالبيه انا اندل الجامعه بس ما اعرف اكو من هناك يمها امن الطالبيه اي نعم اي هو بيت مال بيت مال المسافرين مال الكرات اي نعم ماخذينه مسوينه دائره مال امن مال منطقه اوكي مطببين اخوي هناك بيقول انا ما ادري ملسنم وهاي عيوني ساديها لقيت نفسي بكرفان قاعد وبصف ماره زين المره قالت لي ها ليش جابوك هنا
قلت له والله ما ادري انا قاعد اشوف بالبيت طبوا علي بعد ابو على اللعبه وانت مهدي قام يعني مهدي قالوا تعال صعد كف خاطري جديد جابوني يقول سالي فقلت له انت جابك هنا يقول شكيت بيها كذابه هاي وياهم جاسوسه هيك قالت له ما سوى شيء بس تفلت على هذا المجموع يقول قلت له يا المجموع هذا تفلت عليه قلت له هذا صدام صورته تفلت عليه هذا يجرون انسانه ايه فاخوي يقول طقت دقيت كذب ما تريد تجر الثاني شوف شنو تعال مره ثانيه مهدي شد عيونك طببوني بغرفه منها يفروني منها يقول هو غير بيت صغير يعني يقول فروني بي ما يقارب 15 دقيقه زين هو بيت صغير اي اطلع منه تعال منه اروح منه يقول طبيت لقيت واحد اذا رجعني براجدي اقول له انا حركت العراق زين قعدت انت مهدي يقول قلت له اي انا مهدي قال له ها انه باسمك مهدي اه سهل سهل انت شغلتك يمي العاد يا بس شنو شغلت يمك استاذ كيف مع احتراماتي لك لا من هالحكي الغلط هذا ما نقدرنا يعني نحكي شويه الفاظ ما حلوه اي نعم يا بعد شو تسوي قال له انت مضارب المنظمه الفلانيه قال عمي يا منظمه يا هاي انا رجال اشتغل باب شردي وارجع على فراسي وانام فاحنا اكو شخص نعرفه انسان مثل وجهك الطيب ان شاء الله الله يخليك الله يخليك هذا يداوم بالمخابرات زين بس هذا وقفاته للمنطقه ما تسولف يعني واحد يحكي ضميره ببلاش ببلاش اذا بلاش هذا وجه بس إيه بس انا اقول لك بس انا اقول لك هو شيء يقول لك يقول لك بس كون انت صادق وياي ما زين. تطلع عليك تهمه بارك الله بي زين اذا تطلع عليك تهمه لا اعرفك ولا تعرفني زين واحد يحكي ضميره يعني زين قلنا له يا ابي هيك قال انتوا بيتوا بوحدة معروفين شنو ابنكم هيك مستحيل انا تقرير كامل عد عليكم انتوا ناس فول قلنا لعمي احنا وين المنظمات نضرب منظمة حزبية جابنا ابوي على السالفة هاي زين قال هسه انا راح اشوف قول له راح قال انتم بعد لا تجون ولا تخابرون على هذا الارضي زين ولا تتصلون ولا تصلون بابي اني اجيكم يا بخور زين والله جانا عشرة وربع حيت كانت بالليل جانا قلنا له ها ابو فلان بشر قال لا تخافون بالدعش يجيكم لا بس صديق تحكي لو نعدم لو اي قال بالدعش حكايتي وحده بالدعش يمكم مهدي زين هذا الانسان الطيب اللي يساعد الناس ليش ما تقولون اسمه وتشكروه قدام الناس بعد هاي السنين كلها لا ما اريد نقول احنا مثل ما يقولون اكو ناس ترى تشبش بين المواضيع يعني نخليها يعني ممكن ينخوش هذا مين كتل يعني بالبلد اي انا يعني اقول لك احتمال هم ربعه يجوز كتلوا انا اقول لك الخوش يعني ادمين كتل يعني اقول لك هذا نعم جوز اي اقول اي نقول لك هذا جوز كان يخوننا كان كذا كان يسوي شيء واحنا ما ندري المهم جاكم قال لكم بالدعش يجيكم بعد ساعه قال هذا شاربي مو علي بالدعش يمكم خوش والله اخوي بالدعش جانا هذا صدق انا هدي يجي يرجف قال والله انا قعدت هذا قام قدامي انتهيت من نحلك ما ادري شنو اليوم العب بيك جول اليوم المهم يقول كسع يجي تليفون ها اي هذا قاعد قدامي يقول هاي اخوي يقول هاي انتهيت انا قلت حرب اعصاب اي شو سواني لحد ما دقوا عليه تليفون يعني جت معجزه من الله اي نعم يقول شو وجهه تغير لا موجود قدامي لا تدلل استاذ ابد ما ضربنا وشاب عكتي يقول ابد ما ضربنا زين يقول قام كان يضف علي حيله قال لي احنا اسفين خو ما واحد مديد عليك يقول انا من خوفتي قلت له لا بالعكس ما حد مديت عليه طلع اجانا قال له تروح للبيت كيش ما تسولف زين فاحنا القصد الرباط لو مو هذا الانسان واقفنا زين شنو تهمته شنو ما قالوا له شنو تهمتك ها شنو تهمته على هاي انه دا يفجر
زين اذا ما حد ضارب الشعبه اكو واحد ليش ليش يذبوه براسه اكو واحد اسمه اكو واحد اسمه مهدي ضارب منظمه بالشعب اي فاي واحد اي واحد اسمه مهدي كرفو اي واحد اسمه مهدي بهذا الشارع مالنا اللي احنا قاعدين بيه يجيبه يعني هذا زمن الامن والامان اخوك اللي كل شيء ما مسوي لين اسمه مهدي اخذوه اي حلو اي اي اخذوه يعني قلت لك لما هذا الانسان الطيب خوش ادمي أنا خلنا نقول انا اشكرك يا طيب على مداخلتك والافتحية لك وشكرا على هاي المداخلة الطيبة انا مداخلة بسيطة هم عندي يعني ولا اطول عليك يعني مو خلنا باكر عندنا يوم المكالمات المفتوح للكل فكل من يخابر باكر ويعطينا مواضيع باكر الافتحية لك يا طيب بالسلامة توقيت بغداد شعبي ايش التوقيت يعني 8 مساء يبدي ان شاء الله على توقيتكم باذنه تعالى اوكي الله يحفظكم ويحفظ كل العراقيين يا طيب بالسلامة الأخ قال لنا 700 عراقي انعدم بالفيلق الرابع بالعمارة والله غياب يوم متأخر ما عنده ما أعرف شنو قلت له هاي من عندهم شباب عراقيين وعفى عنهم الكلب ابن الكلب بيومين 700 شاب عراقي انقتل الأخ وراء الكردي الفيلي 1500 عراقي تقريبا 1800 عراقي قال انقتلوا سهوا وقبلها اللي بالبداية الأخ أبو وليد حكينا قصة واحد اثنين يستلمون أهلهم تقاعد انه قتلوا سهوا يا رب كل من يكره العراق ينقتل سهوا يا الله يا رب كل من يحب صدام الله يفجعه بواحد من عائلته ينقتل سهوا يا الله يا رب العالمين أريد إنصافك بالدنيا قبل الآخرة كل إنسان ظالم ويعين الظالم علينا يا رب ينقتل سهوا هو أو واحد من عائلته ويظل يتشوى بي طول عمره يا رب هسه من ده سمعون هاي القصص أنتو وهذول ناس حقيقيين وأنا أتقصد أنا مو جي بي أس يعني أنا الله سبحانه وتعالى حافظ بغداد كليتها لأن أنا ولدت ببغداد وعشت ببغداد وكبرت ببغداد وحبيت ببغداد ونحبيت ببغداد وتزوجت ببغداد وخلفت ولدي ببغداد ونجحت ببغداد وغنيت ببغداد واشتهرت ببغداد وأكلت وشربت وأمي وأبوي مدفون ببغداد أمي الله يعطيها الصحة طول العمر وجدي أجدادي مدفونين ببغداد وكل اللي أحبهم موجودين ببغداد وشوارع بغداد شبر شبر أنا عايش بيها وماشي بيها حافظها البغداد وحافظ هواي مكانات بالعراق حفظ لأن أحب هذا بلدي فأني أتقصد لي خابرني أسأله وين منطقتك بيا مكان مين تطلع على مدعرف لين إذا هو إنسان حشاكم كاذب ما راح ينطي المكان بالضبط وأنا انتبه على تعليقاتكم وأعرف من يحكي واحد على المكان شلون أنتوا تدققون المكان صح أكو هيجي بيت أبيض يم الجامعة المستنصرية اللي مكان الفرع مالته اللي موجود بهاي المنطقة وتوصفوه بالضبط يعني معناته هذا الشخص حقيقي هذا اللي يقولون الناس كلها حقيقة مواليدهم أعمارهم شوارعهم مناطقهم اللي ولدوا بيها المكانات اللي يشتغلون بيها ودي يطلعون ودي يحشون أدق التفاصيل هاي مو مال إنسان كاذب مو إنسان قاعد دي يبالغ دي يحشي لك الحقيقة بمكانه ومهمته ورب العالمين خلاها بهالمكان دي ينقل لك هاي القصة بهالزمن هذا شو تقول لنفسك هسه أنت دا تسمع وتقول صدام حسين الشريف والله العظيم والله العظيم انت تتحمل الجريمة وياه والله العظيم انت اللي تأيد الظالم من يوقف قدام الله سبحانه وتعالى لين أيته لين أيته انت يتعاقب شي يتعاقب انت وياه فراجعوا نفسكم واستغفروا رب العالمين وقولوا استغفر الله احنا لنا قول جمل احنا انظلمنا حالنا حال هذا الشعب هذا الكبر اللي ماخذنا هسه واحنا حاسبين نفسنا ماخذين موقف ترى مو موقف وياه والله العظيم أمام رب العالمين راح تنسألون كل إنسان أيد الظالم حالك من حاله فراجعوا نفسكم وراجعوا قراراتكم وانتبهوا على نفسكم لأن أنتوا ناس أنا أعرف فيكم ناس بسيطين
وناس مجرد ما اخذتكم العزة بالاثم انه اني والله من قال علي اني ضد عكسه. هاي ما بيها عكس. هاي مو لعبة كرة قدم، هي مو لعبة دومنة ولا طاولة. هاي العزة النفس الغلط اللي مفتهمية غلط، هذا مو وقتها. احنا هسه في وقت في زمن البلد مالتنا دا يتأذى من الكل. اي واحد من عندكم يأيد واحد بالنظام الحالي هو يتحمل مسؤوليته وياه، واللي يأيد النظام السابق يتحمل وياه المسؤولية. احنا هنا حكينا كل الحقيقة بدون تزييف، بدون بروزة، بدون كل شيء، على وضحها بكل كلماتها، بكل مفرداتها، بكل قساوتها طلعنا لكم اياها. راح نصير احنا عليكم حجة امام الله سبحانه وتعالى. واكو واحد اسمه محمد، ما اعرف شباع ما اعرف اسمه، موت نفسه على المعاهدة الصينية. طبعا ذولا جماعة نور المالكي وجماعة هذا اللي كان رئيس وزراء، شو اسمه هذا اللي انقلب الدنيا، شو اسمه هذا والله نسيت اسمه، البغدادي اله. الو السلام عليكم. السلام عليكم حبيبي، بس نصيدي صوت التلفزيون بدون زحمة عليك. حبيبي نزار، حبيبي تفضل عرفنا عن نفسك يا طيب. عرفنا اشكرك ابو محمد من بغداد. اهلا يا ابو محمد. يا ابو طيب. محمد من بغداد، تفضل يا ابو محمد، نازل سمعك. اي نعم، ويبارك بانفاسك ان شاء الله. الله يحفظك ويبارك عمرك الله في جهدك يا شريف. الله يا نطفه الحلال، انتم كلكم اهلنا، واني واحد من عندكم، واني اللي دا قدمه، هذا واجب علي، لا عندي فضل بي ولا كل شيء. احنا قد يعجز القلم والكلام والعبارات من الحقبه اللي مرينا بيها، حقبه خرافيه أو ميتافيزيقية ما وراء الطبيعة. صح. حقيقة صح. لنتيجة الإجرام الفاحش الذي لم يخطر لا على إنسي ولا جان. صح. أنا راح أسرد لك موضوع بسيط لأن عندك متصلين، وإن شاء الله ما أخذ من وقتك. أي نعم تفضل. في مدينة الحلة، في مدينة الحلة، أي نعم، بابل، هناك عائلة أكو مدينة الثورة تسمى، حي صغير. اي نعم. وكان هذا الاب كادح ومناضل ومجاهد لتربيه ابناء من الطبقه المعدومه تماما. اي نعم. وعنده 9 من الابناء. اي نعم. ورباهم بدموع العين، هو يشتغل حمال ستاره، ياخذ الكرك ويعمل، فوصلهم الى مبالغ من العلم. احدهم معلم والثاني مدرس في إعدادية صناعة الحلة، والثالث معاون طبيب حسين. أولهم هو مالك الكبير، الثاني عبد الله الأصغر منه، الثالث حسين أصغر منه، الرابع حسن أصغر منه، الخامس أحمد أصغر منه، والسادس محمد، والسابع أعوذ بالله عباس. هؤلاء في بالمطلع الثمانين أخذ أحدهم اللي هو حسين عاجل من مستشفى الرشيد. المهم تم إعدامه. هو الرجل فقير مسكين كلش، يعني ما يملك ذاك الوقت الربع دينار حسر عليه. ليش يعني ورباهم بدمع؟ ليش عدمه؟ تم اتهامه أنه هو يميل في تحجيب النساء بمستشفى الرشيد العسكري. جيد، يعني ذو صبغة. هاي تهمة جديدة ما سامعين بيها. تهمته يشجع النساء على الحجاب. نعم. وهذه رواية حقيقية، وبإمكانك يسمعوني. يا سنة مدينة عام 80 سنة 80 عبد الله المؤمن في زمان، يعني في زمن الطاغية، هو صدام في زمن الطاغية. عبد الله المؤمن عاقب إنسان بإعدام لأنه شجع النساء على الحجاب. حسين اسمه المعدوم حسين عاجل حزام. زين. حسين عاجل حزام. زين. على أي حال من بعد ما تم إعدام حسين، عدى أخو شقيقة بالعسكرية محمد، سحبوه من العسكرية بدون أي ذنب، تم تصفيته كذلك. من ثم بعد محمد أخذوا شفتوا عليهم، أخذوا 4 وقعدوا الأمن بالبيت مالهم، بيت بسيط
بيت فقراء بؤساء بؤساء يعني بمعنى الكلمة. يعني ذولا أخذوهم بسبة أخوهم الأول اللي انقتل لو لو. بسبة أخوهم الأول إيه بسبة. كلهم لأن ذاك انعدم واحد ولا لكن جر. ذاك انعدم جر هذا بالعسكرية وأخذوا الأربعة ذولا. هاي بنفس الوقت وكان... فترات متباعدة. لا فترات مو أكثر من أشهر يعني. زين. ثلاث أربعة أشهر كذا هالحدود. ومن ثم ثنوا على عبد الله اللي هو مدير إعدادية صناعة الحلة أخوهم عبد الله هم أخذوه كذلك انتهى. مدير أمن الحلة يدز على عاجل يقول له شنو ما خلصوا هالعاجل قام يتعاطف وياه يروح يدفنهم ياخذوهم الأمن يدفنوهم. والله أقسم لك بالله العلي العظيم صادق إن شاء الله أنا شاهدت حالة عجيبة غريبة شاهدت حالة عجيبة غريبة. طبعا لما صفوا ذولا اكو اسمه مالك يجيهم من مدينه الثوره اللي هي الصدر حاليا بغداد مدير مدرسه ابتدائيه خطيه يواسي ابوه بعد ما راحوا ذولا السته يعني من انت اي نعم حسن كذلك من منشاه من اسكندريه حسن كذلك اعدم بمنشاه الاسكندريه لصناعه السيارات خوش عيني اي نعم. المهم أصبح العدد سبعة المعدومين. أصيب ذول السبعة كلهم أخوان أشقاء من أم وأب من والله أم تبكي وأب. على حالهم وكلهم خلال أشهر من ضمنهم واحد مدير صناعة عام واحد. واحد منهم مدير صناعة عام واحد. واحد منهم مدير عبدالله مدير إعدادية الصناعة وواحد معاون عبدالله مدير إعدادية الصناعة واحد من عندهم بالتصنيع العسكري نعم. داوم نعم بس ما كان عندنا تصنيع عسكري بالثمانين مو تصنيع لا صناعة السيارات اسكندرية اسكندرية صناعة السيارات اي نعم اي صناعة السيارات الريم ومريم يعني بدوبية صح هناك وقت بلي ومحمد عسكري جرّوا من العسكرية وصفوا فهو دفنهم كلهم سبعتهم في يوم من الأيام رحت ويا أنا في كوستار ذبع قال طلع من الإمام علي عليه السلام عليه السلام زار وجايب ماخذ أخواتهم وذبع قالوا يركض على الوادي بويا حسين جيتك بويا مالك جيتك بويا على أي حال هذا آخر ما صار به هو مالك يجي واسي منين أنت جبتها على السهون أي نعم يعني على الموضوع مالك يجي واسي أمه وأبو لأن صابوا بنكبة ستة معدومين يواسيهم ويجي يبات لليلة ويرجع لأن هو مدير مدرسة في مدينة الصدر حاليا بل فمرت حوالي شهرين يتردد على والده يعطيهم مصرف يتفقدهم مرة من المرات أخذوه من الجراج حلة بغداد أخذ الأمن ورا ثلاثة أيام دزوا على عاجل قالوا يا بل نأسف المدير الأمن نأسف واحنا مقصرين وياك وهذا اشتبهوا بي مالك كان بدين خطيه شويه سمين وهو إيه. اكبرهم الابن البكر له إيه. الابن البكر له واحنا نعتذر وتعال استلم الجثه واشتغل له معامله براتب خوش عيني سهون ذولا سبعه سهون والله هذا الاخير قال له سهون الاخير سهون مالك اللي يجي واسي أمه وأبوه يبات يومهم كل أسبوع على مدي واسي أمه وأبوه يجي من بغداد من مدينة الثورة إلى مدينة الثورة بالحلة يواسي أمه وأبوه مالك عاجل حزام وكل من يسمعني شريف وكل من يسمعني بصوت الحق هذه المأساة حصلت في مدينة الثورة الحلة التابعة لمدينة بابل يعني ماكو كيلومتر عن مركز المدينة خوش عيني حي اسمه مدينة الثورة خوش حبيبي هذا الأب أصيب بجلطة دماغية والأم كذلك أصيبت بجلطة دماغية كان لهم جيرانهم يلول حلهم بالحبل وبالسطلة أخوهم هذا بقى عندهم عباس الزغير يلول حلهم أكل لأن الأمن بقى عندهم حوالي شهر قاعدين ويشربون بيرة بالبيت مالهم والله العلي العظيم يشربون بيرة وحتى عباس خطيه ذاك الوقت عمره 5 سنين 6 سنين يتذكر هذا الموقف اللي قعدوا وناموا بالبيت الأمن فكل اللي يجي يدق الباب يلزموه
يعني كأنما كمين من لهم علاقات وشن اتصالاتهم وكذا. هم ناس بؤساء فقراء فقراء إلى درجة يمكن ينتهي العام، الله شاهد ورسوله، ينتهي عام كامل لا يملكون 10 دنانير في البيت. عائلة كبيرة، عندهم أخت خاطبها نائب ضابط من الديوانية، هو بالاستخبارات اجت معلومات قالوا له طلق بعد عقد عليها، وظلت تسمع حسة كسة الوحيدة، كلهم ماتوا، الوحيدة هاي المطلقة، هاي المطلقة، عرفت شلون؟ والله لما شفت آني رقضت عاجل رحمة الله عليه، والله نسأل من الله سبحانه وتعالى ورحيم رب كريم، هو يم الواحد الأحد، الله رحمه ما ينظلم عند بشر سبحانه وتعالى، بس الآخرة خير وابقى إن شاء الله سبحانه وتعالى يقتصمهم بالدنيا والآخرة. يذب عقاله، يذب عقاله برقبته، من يذب عقاله برقبته ويركض باتجاه المقبرة بالوادي ويصيح هايم، شلون الهايم من الألم والأسى والحزن، ما طول خطيه، الأم انصابت بجلطة وتوفت، والأب انصاب كذلك، اثنينهم جلساء جلطة خوش عيني، ودارهم دارهم فارغة لا يوجد فيها أحد يسمعونني، أهل الحلة وأهل مدينة الثورة وأهل بغداد، إذا أكو الله سبحانه وتعالى وجعل إن نقطة حق ويسمعنا واحد ويحكي لك، هاي حكيت لك بمختصر مفيد. الله يبارك فيك، هاي أمانة، أمانة أنت ذكرتها للناس لأن تعرف هاي القصة سبحانه وتعالى. والله أنا ترى متابعك، أنت إنسان شريف يا طيب، وإنسان طيب، الله يحفظك وجزاك الله خيرا، هذا وما تفعلوا من خير تجدوه، هذا واجب والله، هذا واجب يا أخي، والله هذا واجب. الله يبارك فيك وبأنفاسك، بس هاي لو واحد يصيغها صياغة أدبية ودرامية، يعني هاي مو أحكي لك يعني مرت عليها أيام وليالي طبعا طبعا طبعا، أنت تحكي قصة بس هي كمأساة عظيمة يعني صارت. والله أنا اختزلتها لك، اختزلتها لك الابن، الابن عباس، شوف راح احكي لك بس شيء حتى لا اطول عليك واخذ من وقتك. انا بس ملاحظه، روبرت شامويل صديقنا يقول انه الزمن الجميل، والله والله صح، والله لعنه يعني يعني صدق، انه لا هو هو يعني هو ده يحكي انه تهكما تهكما على الناس. الجميل، الزمن الجميل لمن؟ للساقطين، هو ده يتهكم، تهكما على كل من يقول ذاك كان الزمن الجميل وكل هالمآسي بهذا البلد. أنا أقول أخاف أتكلم بكلام لا يليق، بس لكن كل من أحب صدام فليبحث عن أمه ويسأل عن نسبه فقط، صح. لا أكثر ولا أقل. كم لنا قلت بعد أكو حدث أخير؟ الحدث الأخير عباس لما كبر وصار عمره بلغ 12 سنة، احد الخلف لقيته وانا شكيت له، قلت له يا ابو عباس خطيه وهاي وهم اخوات عده، فسعد قال انا ما اقدر اشغله وياي، بس اكو طريقه اني اخذه قبل، تعرف الخلف ياخذ الفاس ومحزم الفاسه وتشمشه عيني، قال خلي يبتعد عني فد 100 متر يمشي وراي، هو ما اريده يمشي وياي، يمشي بعدي وين يشوفني انا اروح، اكو كوم طابوق او بيت ادخل له خلي يجي يشتغل. باوع شايفيك انت، والله اقسم بالله العلي العظيم، اقسم بالله لكل حرف اللي قلته لك هذا الحد الادنى من المعاناه. صادق الله، الله يحفظك ويبارك بعمرك، وهاي الحقائق، هاي الحقائق، هاي قناتكم احنا نريد نسمع، وهاي حقيقه. قل له انت صدام ما عرف قلبك تعدم سبعه ناس فقراء، لا الويه بالجيش، لا ملايين يا صديقنا، ملايين ملايين عدم يا حبيبي، ملايين عدم مقتل من هذا الشعب. بس احكي لك رحمه على والديك طبعا باخلاقك الحلوه، الله يخليك. شوف اكو واحد اخذوه سخره وبالحله يعرفوه سخره، من صارت الثوره مال 91 ابو الكوستر حطوا ويا ذولا، يعني سخره تقصد اجره هو عنده سياره بالقوة. لا بالقوه يعني شلون، يعني اجره بالقوه مجانا. يعني استغلوا مجانا، اي نعم، بلي مجانا مجانا ان شاء الله ب 20 او 18 اخذوهم اكو مكان جاي من الكفل يصيحون لابراهيم الخليل، فحفروا حفره بالشفل انه كان يدفنوهم احياء طبعا، هذا بالتاكيد، صح. انا احكي لك
بشكل مصداقية عالمية. لا أنا قلت لكم أنا علنتها، أنا بإذني سمعت الكلب ابن الكلب، لو أي بن حجي خير الله دي يقول له العدي الكلب ابن الكلب يقول له دفنتهم أحياء البارحة، وقال له حيل بيهم هيك هيك، قام يسبيهم، قال له أنا بإذني سمعته دي يقول دفنتهم أحياء. هذا نعرفه أبو الكوستر. إيه نعم. أبو الكوستر ما له علاقة، قال له لا طب حفر الشفل، حفر الحفرة، قال له طب الكوستر. واحد من جهاز الأمن الخاص، تعرف الحلة كانوا متوجهين عليها حسين كامل وطه ياسين في وقتها، وقت هذا صارت هواية تصفيات بها. فنزل هذا قال له لا تنزل لا تنزل، قال له هذا يروح يطلع خبرهم، وهاي دفنه والسائق وياهم. هاي نفس هالكوستر مال جماعة بغداد اللي طالعين زيارة، لو غير كوستر هاي؟ لا لا كوستر بالحلة هاي اندفنا. هاي من الحلة دافنيهم هم والكوستر. لا للحلة ايه، وحدة يم عمل، وحدة يم عمل طابوق المحاويل جاي تزق مي عربية، شافوها وهم يرمون ويكتون بالحفرة، لزموها دفنوها وياهم، أهلها وعشيرتها ما تجيبها، قالوا نهبت بتنا، وصارت مشكلة ويا ناس ومصيبة. بعد المقابر الجماعية طلعوها بالمحاويل، هاي بالمحاويل وين معمل طابوق المحاويل، هي لأنه نظرة يعني صدفة نظرت لهم أنه ينفذون بهاي المجموعة، خاف من دلوها جروها ذبوها، وهلا خبصوا وخطية، وعلى أساس أنه شرف وما شرف، وشالوا من المنطقة وشكوا بفلان. فبعد مرور هاي السنين كلها لما طلعوا الحمض النووي ومدري شنو، طلعوا علقوا بيرخ خطية، وبس عقب ايش؟ عقب المأساة هذا انظلمت خطية حال الموجودين. ايه انا اشكرك يا طيب على مداخلتك، غيظ من فيض من جرائم صدام، غيظ من فيض. هذا ايش قد ما نسمع بعد عدة جرائم احنا ما نعرف، بس الله سبحانه وتعالى. حياك الله والله يمكنك والله ينصرك ان شاء الله، الله يحفظ الجميع ان شاء الله يا طيب. شكرا. هاي تكون اخر مكالمة اليوم، فالله ارحم الراحمين يا رب العالمين، يا الله فرج علينا وعلى هالبلد هذا يا الله. انت ابو اتفاقية الصين يا ول ما تستحون، هو هذا الشيء الوحيد اللي بقى بالبلد مستقبله، بلكي الله نرجع للبلد وبفلوسنا نعيد اعمار البلد. تردون تربطونه باتفاقية 50 سنة، ما اعرف 100 سنة، تسوونه تخلونه بلد محتل الى الصين والمعسكر الاشتراكي، ايش تردون من عندنا؟ ما تقول ايش تردون من هالبلد؟ لك بابا احنا بلد ما محتاجين العالم، والله كل اللي نحتاجه نتوحد ونرجع بلدنا، والله بخير فلوس يغرق الكرة الارضية. لك يا ولي يا مطي انت اللي موت نفسك على اتفاقية الصين، يا ول بلدك يصدر بالشهر الواحد 6 إلى 7 مليار دولار بس نفط، ولك شو تريد؟ ولك هاي دولة بصفك عايشين الأردن ب5 مليار بالسنة كلها، كل حياتهم وكهربائهم وشوارعهم وتبليطهم ونستهم، ويخلوك انت تروح يومهم سياحة ب5 مليار دولار، انت يجيك بالشهر الواحد 6 مليار دولار، ليش تروح توقع ويا زبالات الكرة الأرضية؟ تعالوا جيبوا شكو زبالة عندكم بالكرة الأرضية من مينائنا، والله احنا ممر طيب للشرفاء، كل العالم يتونس يمر من عندنا بهالقطارات والدخان والبيئة والدمار مال بلدنا، لقد كافي ما تستحون. حرب بين الحكومات، جماعة الكاظمي يردون يجيبون العقود لأمريكا، جماعة الطرف الثالث يردون العقود الإيران والصين، جماعة الطرف الخايس يردوا لك تركيا والسعودية تستفاد. احنا ما تفكرون بالعراق؟ ما تفكرون ببلدكم؟ لك شلون انا ورطاي؟ ما تقول احنا لمن نحارب؟ والله ما اعرف كم جبهه، كم جبهه نحارب احنا؟ فائده اتفاقيه الصين عظيمه، راح تخلصنا من القطط والكلاب، بس يجوز هذا الضحك صح، انا اتفق وياك يا اخ ظافر. عاني المشكله ذولا عايشين البلد بفقر، ومقنعين الشعب ان هم بلد فقير، وهم يبوقون الاف المليارات. المشكلة هذا الشعب، روح ابحث الاتفاقية بالاول، يلا انطي رأيك، النفط بعد فترة ما حد يحتاجه، والعالم متجه للطاقة النظيفة، عبالي مثقف حرامات ضيعت وقتي وياك. انا راح اطيط لك هالمرة، مو الشعب العراقي طيط لك.
إذا الكرة الأرضية عافت النفط أنا أسوي لك طيط طويلة زين. هاي الكرة الأرضية هسه بس صارت معركة صغيرة بين روسيا وأوكرانيا، وشوف النفط السوى بالكرة الأرضية، وشوف الاقتصاد مع الكرة الأرضية صاير بي. ولك ما تجوزوا من هاي الضحك على الناس، تقنعون نفسكم لو تقنعون منه، ده تشوفون الناس ما تفتهم بس أنتوا تفتهمون، ده تضحكون على البشرية أنتوا. لعقيش العراق دي يصرف دي يصدر ملايين البراميل، من هي الطاقة راح يعتمدون عليها وراء كم سنة. هذا الغباء المستشري بين العالم لا تنشروه على الناس. احنا دورنا المثقفين هسه العراقيين اللي هجرتوهم والمجموعة اللي بقت من عندنا بالعراق من المثقفين، لازم ناخذ دورنا، لازم نرجع البلد من هذا التخلف وهذا النصب على الناس. شوف ايش قد منطيك انت هذول الاحزاب جماعة نور المالك، ايش قد منطيك بحيث تفتر على القنوات تموت نفسك، تقول عبالك انت اللي صانع القطار وانت اللي صانع الاتفاقية، موتين نفسكم عليها. اني بلدي غني ما يحتاج لك، اني بلدي هاي الصين هسه هاي انتاجها كله، ما عندهم النفط اللي عندي، ما عندهم الغاز اللي عندي، ما عندهم الثروات اللي عندي، ولك ياكلون نمل ودود وصراصر وجريدية. اني اربط بلدي بهذول الدول ليش كل هالدور مصالح براسك وانت قاعد العراق الزوج تسوق لهم؟ شو منطيك $1,000؟ بعت بلدك $1,000؟ ليش نحكي على صدام احنا؟ ليش نحكي على الخونة وانتو خونة بس ما تعلنوا نفسكم خونة؟ ما اعرف والله، ما دا افتهم. تريدون اخاف ذولا حصلوا الاف المليارات الدولارات خمطوها بقى بالعراق مستقبل، ممكن ذول الجيل احفادنا يجون يلقون نفط يلقون موارد يعيشون بها البلد ما تردوهم. تردون توقعون من هالسلين على اعتبار انه هاي الحكومة على اساس انه هاي الشعب انتخبها يولد القندرة. هم 1,700,000 نعال راحوا انتخبوا، 1,700,000 كلب ابن كلب راحوا للانتخابات وانتخبوا ذولا يمثلون 42 مليون مواطن. شون قستوها؟ تفلت على العوجة اول ما بديت علي سوبر، انت ما كنت موجود، هسه عدهم واحدة بالاخير. يعني والله مدى افتهم انتو، يعني تستزوجون الناس كلها معتبريها زواج، يمون ناس قالوا لكم ما نريدكم، طلعوا لكم ثورة تشرين، الثورة بدايتها طلعوا لكم كل العراقيين يردوكم ورافضين كل هذا اللي انتو دا تسووه. حتى الانتخابات مالتكم ايش قد سوقتوا يا ابا المرجع والطائفة، هذا السني يقول تعال احموا طائفتكم، والشيعي يقول تعال احموا طائفتكم، والكردي يقول تعال احموا عرقكم، تعالوا للانتخابات. قلبت الدنيا 1,700,000 مواطن فاشل كلب ابن كلب راح للانتخابات انتخبهم، الباقيين ما حد قلبكم، يعني الشعب كله رافضكم. الشعب كله رافضكم، ما يريدكم شعب العراقي ما يريدكم. انتوا واتفاقياتكم وكل اللي اتفقتوا عليه راح يجون عراقيين باذنه تعالى نرجع البلد ونقعد بالبرلمان، وشكو اتفاقية وقعتوها باسم الشعب العراقي نرفضها جملة وتفصيلة. واتمنى اي واحد قانوني دولي ويانا من العراقيين الشرفاء يفهمنا من هسه نرفع دعوة على هاي الحكومة انه اي شيء اتفقوا به باسم العراقيين احنا من ايده. ما يجوز يروحون 1,700,000 مواطن للانتخابات ويمشوها على العراقيين يعتبرون 17% من العراقيين. شلون حسبتوهم 1,700,000 مواطن يمثلون بلد كامل، وبحيث هذا البرلمان يوقع باسم الشعب العراقي؟ شلون؟ ادعو كل الناس القانونيين العراقيين الشرفاء اللي يحبون بلدهم. اذا انتم شرفاء وهذا بلدكم وعندكم طريقة قانونية نرفع دعوة انه نرفض كل ما يوقعوه ذول الحكومة العراقية باسمنا احنا رافضيه، اتفضلوا خابروني وخلنا نفتح هذا الملف نوقفهم عند حدهم. البلد راح انباع تفصيخ، كلي تنباع.
معترف بها دوليا طبعا، لان هي اللعبه هي هذه اللعبه، هذه اللعبه كل من دا يستلم هسه حكم دا يروح يوقع باسم الشعب العراقي 50 سنه 100 سنه يبيع البلد كله، ما حد يقدر يقول لك هذا منتخب من الشعب العراقي. فانا اريد قانونيين عراقيين بالخارج، يا اخوان هذا بلدنا. اذا انت هسه تفكيرك بس بنفسك، انت عايش اليوم ترى باكر ولدك واحفادك ما لهم بلد، ما عندهم مكان. اتمنى من عندكم يا 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 عراقيين يا شرفاء انه تعالوا نسوي كتله، اشتردون دعم توقيع توكيل، انا مستعد خلي يوكلون العراقيين وانا اترافع بيها. انا اروح بس انتم دلونا الطريقه انه نروح نشتكي بيا مكان نوقف هاي الحكومه، ما توقع بمكاننا. ديمقراطي مو ديمقراطي، العراق ديمقراطي. اللي 1,700,000 يروحون يطبون للمحكمه للانتخابات، ينتخبون بدل 42 مليون مواطن، يحسبون انتخابات علينا ويقسموها بيناتهم ويقومون يوقعون بمكاننا ويبيعون البلد، فهاي ديمقراطيه، هاي مو ديمقراطيه. فدعوة شريفة لكل إنسان شريف عراقي يقدر يساعدنا بهذا الموضوع. أنا وكل دول العراقيين مستعدين، بس دلونا الطريقة شنو نسويها، نروح وين نشتكي نوقف هاي الحكومة، لأن دولة راح يوقعون هذا موضوع الصين، راح يوقعوه، راح ينهون العراق نهائي بعد ما يرفع راسه. باكر راح يكون الاتصالات مفتوحة للكل. أبو وطن شبيلي ايش قال؟ هلا شوف ايش قايل. والله أول انتخاب انتخبت بعد ما انتخبت أبدا، ما قال شيء الولد. كل اتناني من الناس انخدعت. 2004 راح انتخبت اياد علاوي الخايس ابن الخايس اللي هسه يتمنى يرجع ما يصير ضد صدام. هسه تطلعت انت ما تريد الا ادري هيك يسوون لمنطوك، لا انت ولا بنتك قبضتو، بدك تاخذ بس متى تاخذ هوايه؟ بريطانيا دزتك ما تتحصل منك هوايه، اكو غيرك دي يودي لهم اكثر. فهسه انت انت ضد العمليه السياسه وتتمنى صدام يرجع، ايش قد ناقصين لك، ايش قد خياس انتو، ايش قد مجرمين يعني انتو، انت ايش قد يعني ما اعرف هذول من يوقفون قدام المرايه يشوفون بشر لو يشوفون نعل، والله ما دا افتهم ايش دا يصير. والله شو اسمه قصي الطائي يقول مو انت في بلد ديمقراطي، يعني نرجع للديكتاتوريه، الانتخابات اهم حقوقنا، اكبر تجاره للصين مع امريكا، الخليج جاي يسوون اتفاقيات ويا الصين لمشاريع عملاقة، فكلامك على العموم غير صحيح. هسه أنا راح أستلمك يا قصي الطائي. أولا أنت في بلد ديمقراطي، سمعونا طيط هذا قصي على الديمقراطية الموجودة، خلي شوف الطيط الديمقراطية. هسه علمك شنو الديمقراطية معناها، الديمقراطية معناها من راح يطيطولك الشعب، هذا كل الشعب هاي ديمقراطية اسمها. سمعوا الطيط، الطيطة الأولى اللي هي الديمقراطية اللي انت تقول عليها، اكو ديمقراطية بالكرة الارضية، بالكرة الارضية مثل اللي تصير بالعراق، اكو ديمقراطية بالعالم اللي يفوز ما يستلم واللي يخسر يستلم، وقاعدين محاصصات نفس النعل، نفس الخلق الزفرة مسيطرة على البلد، نفسهم ينعادون، هاي شلون ديمقراطية؟ تريد ارنب خذ ارنب، تريد غزال خذ ارنب، ماكو غيره، هاي الديمقراطية الاولى. خلينا نجابك على الاخ، الانتخابات اهم حقوقنا، من قندر عليك وعلى حقوقك، اذا انت عندك حقوق مال انتخاب وروح انتخب يحسبون صوتك، مو قلنا لك 1,700,000 مواطن راحوا والباقي 40,300,000 عراقي رافضين الانتخابات، رافضين ما انتخبوا احد، انت تمثل العراق، انت ما تمثل العراق، تمثل نفسك وتمثل اللي وراك، هسه من وراك انت وراه انت تمثله بس. خلينا نكمل بعد قايل، اكبر تجارة للصين مع امريكا، لا والله لا والله، وانت تريد تقارن بلدك المنتهي سياديا وثقافيا واقتصاديا وماديا، تريد تقارن بالدول هاي العظمى اللي ند للند، انت تريد تقارن هاي الدول
اللي هي مسيطرة على الكرة الأرضية وتصدر لك إلك أنت هسه بغداد راكب الجيمسي وراكب الشوفرليت وراكب الدوج وراكب الجيب وراكب ذني السيارات مالتهم وغراضك نصها أمريكية تجيب تقارن بلدك اللي ما ينتج نعال كله صنع في إيران لو صنع في تركيا لو 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 الجبن مالتك جاي بالكيا من السعودية وجاي أنت هسه تريد تحط راس يعني تقارن العراق ويا الصين مثل أمريكا ويا الصين. هاي احكيها على مطايا مثلك، اكو هواي مطايا مثلكم. شلون هذا ابو هسه كاتب لي انت ترقص العودي هسه هسه استلمك دقيقه لا تروح زين خلي كمل الاخ. الخليج جاي يسوون اتفاقيات ويا الصين لمشاريع عملاقه، اي يسوون مشاريع عملاقه بفلوسهم الناس، يجيبون شركات تشتغل لهم تبني لهم تعمر ببلدانهم، لا خلفت عليكم هاي فلوسكم ويلا ثيمان. لا مو تربط البلد باتفاقيه جسر للطيبين، الصين تصنع وأوروبا تتونس وتركيا تتونس والعالم كله يتونس وانت بس مجرد القطار يفوت من يمك تباوع عليه شايل الكونتينرات هو ودخانه وزبالته والعالم يتونس، والله انت الحكومة ما تتكل خايسة داري تقبض كم مليار من الصين وانت العراقي كشي ما مستفاد يا مطي. وشنو بعد فكلامك على العموم مو صحيح. هسه شباب اريد طيط ثانية، طيط هسه اصلية دي كانت صغيرة القصي الطائي، قصي الطائي محتاج طيط من عندكم قوية يا شباب. وين هذا ابو ترقص العدي وين صار؟ هذا مصطفى، مصطفى جاي تتمرقص ويا عدي. هاي علي مو مصطفى، مصطفى مو يعني متابع مصطفى، مصطفى لو غير هذا انا اعرف عندنا مصطفى، مصطفى بالانجليزي ومصطفى مصطفى بالعربي. ايش تقصد مصطفى مصطفى علي؟ مصطفى مصطفى انت نفسك الويانا لو متسوس عميل. على العموم اذا علي وتقول اتمرقص ويا عدي يشهد الله اني ما راقص ويا عدي، يشهد الله اني اغني وعدي يرقص قدامي مثل الدايحة، حالة حال الدايحات الدائرة مدارة. وتريد اثبات؟ عندي اثبات هسه للعالم كله طلع الكيا انه هو يردح مثل الحاتات ويهز هزة حاتاتية اصلية، والله ما كذب عليك وغالي والطلب رخيص ولو انت مو غالي نعال، بس احنا نقول النعل على اشكالها تقع، فانت نعال وعدي نعال فنشوفك النعال شلون يرقص، على متعرف انه عدي هو الرادوح واحنا مجرد نغني. شوفه وراي، ها ها مو تقول انا ارقص ويا عدي تفضل، ها شوف لي الهزه هلي هلي شفتها مع عقارب الساعه، ما يهز عكس عقارب الساعه. قصي الطائي يقول اخلاقك ما يشرفني اظل بقناتك الديمقراطيه ما تجي بسهوله وانا اترفع عن لغتك. دولي دولي ولي حل عنا يا، على قولة السوري حل عنا يا. شوف لي هاي الردحة مال هذا، وين راحت الردحة؟ تشوف كيف تحولتي الردحة هاي شنو راحت على الردحة الأخ. هاي هاي وين هذا ابو مصطفى مصطفى تقول لي انت شنو تردح ويا عدي؟ هذا عدي وهاي الردح مالته ما اعرف والله هاي هلي مع عقارب الساعة ادب سيزية طنطات. ولا والله تحنون وحده من وحده من امك هذني مصطفى مصطفى ماما وحده من ذني. هسه خلي طلع لك ياهن على مود تشوفن زين، انت اختار ماما من بيناتن يلا يور تشويز. يا هي ماما هاي لو هاي هذا بابا وهذا قرن مال بابا مالتك. يلا خلي اشرح لك الحفله، انا خلي اشرح لكم الحفله هسه. هذا صديق القرن مال بابا مالتك جايب، هذا عم هذا خالو جايب امك. خلينا نشوف هذول فرقه جايين يغنون. هذا قاعد اسماعيل الفروشي اللي يقول عدي ما اعرف، قال عدي اذينا ما اذينا ما اعرف. المهم هسه خلينا نشوف ماما مالتك يا هي، هذيك ام الوردي لو هاي ام الاسود، هذا بابا شوف بابا هذا بابا تي اي هذا ولا قرن مال بابا خالك هذا النباع. هاي هاي شنو رايك هاي يا ماما؟ هذه لو الاخر راح تطلع
هاي ماما نو 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 هاي ماما لا يمكن هاي ماما هاي ظهرها علينا ماما عرفت يعني ماما منهم هاي ماما ام الابيض ام بكله باعها كان يسموها القاتله بزمنها ماما كانت تسوي قاتله يا شوف شوف هذا بابا شلون يهز باعها يعني هلا شوف شلون يلوف نشوفه مو تقول بايسيكل مع معوج الستيرن ما تها هاي ماما واحدة من عندنا اختار ماما اختار ماما يا عيني فاذا انت تقول اني اردح ويا عدي ما شوف انا يا شباب اكو موجود بايل شفتوا بحياتكم انتو شفتوا بحياتكم الي فيديو اني اردح ويا هالمطي هذا ابن المطي شفتوني فيديو ارقص وياهم ذولا بس ماما من قال شوف هاي ماما شوف 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 شلون تتوسل هاي ماما لا لا هاي ماما هاي 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 ماما بدها ترقص ويا اي هذا بابا هاي ماما تفن على ابوكم لا ابو شريفكم يا 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 ناقصين يا ولد الناقصين يا صدامين يا نعل على ابوكم لا ابو شريفكم ما تيح عليهم لا تخافون ماما يعرفها هاي هاي لو هاي 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 زين هاي خوش ماما اخي نزار مشكل ضرير ليش ما حكيت مشكل مشكله ما افتهمت اختار لك ماما من بين المامات هاي ماما زينه هاي حاضنه حظنا بابا زينه شوف ماما وشون لابست لك هاي الترشيل هالكبرى ولابسه مال علي شيش هذا اللي اشوفه الوردي هاي خوش ماما اختار هاي خوش ماما انا اختارت لك على ابوكم لا ابو شريفكم باكر راح احضر لكم اتفال كومه جماعه صدام فاتمنى اي واحد يريد يتراجع دي يفكر انه يبتعد من صدام ويرجع ويانا كعراقي فعلى مود ليش التفلات تزيد عليك يوميه ليش يوميه تفل عليك ليش يوميه عاجبتك لهانه اترك الاطفال يعني احترم نفسك وتعالي انا كعراقي محترم حالك حال الموجودين اللي يحبون بس بلدهم فاني على مود احترمك باكر وما تكون هاي التفله موجهه اليك من اليوم قول اللهم اني تبت اللهم اني انا عراقي وتبرأ من صدام وكل افعاله وتبرأ من هاي الحكومه الجديده وكل افعالها قول اللهم اني انا اتبرأ من كل واحد قتل انسان بدون ذنب اللهم اني اتبرأ من كل واحد ظلم هذا الشعب على مود اولا تظل رب العالمين وتنام على ايدك اليمنى اليوم الله يفتحها بوجهك زين مصطفى مصطفى يقول صدام تاج راسك على مود اختم ختمه زينه شباب باكر نلتقي بيكم ويا تفلة لهذا وجماعته تكون من البدايه ساعه 12 الظهر على توقيت شرق امريكا تفلة زينه نفس التوقيت بثمانية مساء على توقيت الحبيبة العفو الحبيبة بغداد الحبيب العراق فباكر نلتقي بيكم ويا اتفال جديد على الصدامين وجماعة مصطفى فأريدكم تفلة هسه مو طيط تف عليك يا مصطفى مصطفى تفلة اليوم أريدها ما أريدها طيط الطيط شبعة من عدها تف تفلة تف تفا تف عليك يا مصطفى مصطفى وتصبحون على خير واللي عنده صبح صباح الخير نشوفكم باكر بالحلقة المفتوحة مكالماتكم آراءكم تهمنا مواضيعكم تهمنا وهاي قناتكم والله يحفظكم ويحفظ كل العراقيين بالداخل وبالخارج ونشوفكم باكر بخير وسلامة مع السلامة يا شباب السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله